بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ومن الضغط والحرارة ينتج الماس. ازيك يا إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس. هكذا الأهلي يعني. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة ترصد استمرار الزحف نحو ما أسماه المهندس عدلي البحث عن الماس. البحث عن الماس وعن المكان الطبيعي وعن المقعد الدائم في الصدارة إن شاء الله. باشمهندس، توالي الانتصارات في المباريات الودية أو المباريات المؤجلة أكسب الأهلي كثير من الثقة. شوف المعنى أن الصعوبات يعني ينتج عنها المعدن الثمين. صحيح. الماس بيجي كده ضغط جامد وحرارة ولذلك هو نادر. لأن ظروفه صعبة قوي. فالأهلي كلما يتعرض لهذه الظروف ينتج الماس. بإذن الله النادي الأهلي يعني يعود بسرعة. ولما بنقول بيعود مش نتيجة يعني غيبة. الناس طبعا بتقارن الأهلي بنفسه. أيوة. يعني الأهلي يقارن بنفسه. هو ده الأهلي. ادي الكلمه اللي بتتقال، ما لهمش دعوه بغيرهم. فلا الاهلي احسن من كده بكتير، لكن هو كويس بس احسن من كده بكتير. وباذن الله الامور هتتعدل كمان افضل وافضل، لان طالما ان في اراده وفي ناس واخده بالها من قيمه الاهلي يبقى مع بعض لازم يستخرج الماس. ومع بعض الليله دي هنطمنكم ان شاء الله على ما يجري في اجتماع مجلس إدارة النادي، اجتماع مهم جدا يعقد في فرع النادي في الشيخ زايد بحضور الكابتن محمود الخطيب اللي ظهر في النادي لأول مرة بعد عودته بسلامة الله من رحلة العلاج في ألمانيا. بيترأس الكابتن الخطيب الآن اجتماع مجلس الإدارة فور انتهاء إن شاء الله. هنقول لحضراتكم ما أسفر عنه الاجتماع من قرارات، وزي ما المهندس عدلي أشار إنه المؤكد إن دي لحظات ما قبل الاجتماع للسادة أعضاء المجلس، المؤكد انه كل الترتيبات التي تجري هدفها مزيد من الاستعاده لمكانه الاهلي الطبيعيه، وايضا التاكيد على انه الاهلي عازم على تنفيذ تجربه رياضيه او كرويه ان شاء الله تعيد البطل الى مكانته الطبيعيه عربيا وافريقيا ومحليا باذن الله. وده زي ما أكدنا من البداية هي دي حركة التاريخ. ده الظهور الأول للكابتن محمود الخطيب في النادي ومعاه اللي هو محمود الفيشاوي مدير فرع الأهلي في الشيخ زايد في طريقه إلى قاعة الاجتماعات. زي ما قلت لكم اجتماع مهم جدا على بنود جدول أعمال وعدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالنادي في مختلف الأنشطة سواء الرياضية أو الكروية بالخصوص، وأيضا ما يتعلق بمنشآت النادي وخططه للمرحلة القادمة. لكن المؤكد ان الكل يترقب يا باشمهندس اي حاجه في الشان الكروي. ما هو زي ما بقول لك، لانه الاهلي طبعا في شهر واحد انقلبت الايه، يعني لو ان الاهلي صارت الامور منطقيه وطبيعيه وفي سياقها الطبيعي لفاز الاهلي ببطوله افريقيا كما نتمنى جميعا. وعندما كان سيحدث هذا الدنيا كلها كانت هتتغير. ايوه. لان بتلعب بقى في منطقه تحس بيها، يعني امبارح في ماتش السوبر بتاع امريكا اللاتينيه. ليبرتادوس. الاهلي كان حاضرا. صحيح. حاضرا بارقامه وبمنافسته وبقيمته. مقارناته. فطبعا كاس العالم للانديه هو احد يعني في لقبين. تلعب على لقبين، على اللقب التأهل لكأس العالم للأندية وبطل أفريقيا، ثم على ثلاث ألقاب. طبعا منه لقب يبدو صعبا ولكن ليه لا، لو صدقناه هيحصل، الفوز بالبطولة ثم السوبر. ومن هنا تأتي مرارة جمهور الأهلي. جمهور الأهلي ما بيقارنش نفسه بغيره، غيره رايح دماغه وخرج من بدري يعني وكأنه أعفي من اللائمة عندما لا يفوز بالبطولة أن يخرج مبكرا. مش ده الأهلي، الأهلي بيحاسب بقيمة الأهلي وبمكانته العالمية.
عشان كده رغم ضغط المباريات المؤجله، رغم توالي الارتباطات، شفتوا حضراتكم الاهلي لما فرغ من المهمه الافريقيه التي لم يكتب له التتويج فيها، اتجه للمباريات المؤجله. كان كل الناس انزعجت انه الاهلي في الترتيب الاخير، وده الترتيب الشكلي وفقا لعدد الماتشات اللي كان الاهلي اداها فقط في الدوري. عدد المؤجلات لما بدا يأديه صحيح خسر من المقاولين، لكنه استفاد من هذا الدرس جيدا، وتوالت الانتصارات الثلاثه بعرض كل مباراه احسن من الثانيه. يعني لو لاحظنا عرض الاهلي امام بتروجيت كان مباراه الجونه افضل من بتروجيت، ثم عرض الاهلي امبارح امام طلائع الجيش كانت افضل من المباراتين السابقتين، ما يؤكد على ان المزيد من استعاده الثقه، المزيد من ازاله او تخلص اللاعبين من حاله التوتر تفضي الى نوع من التالق ونوع من الاريحيه للعيبه، علشان كل واحد يطلع اجمل ما عنده في بدون توتر وبدون اي عصبيه ولا شده. باشمهندس، المرحله دي على قدر صعوبتها على قدر برضو ان الاهلي استطاع ان يخرج بعض الفوائد. ايوه، نجوم كتير ولعيبه كتيره عبرت عن نفسها، ويعني اوضحت ان الاهلي، لا الاهلي فيه خير كتير. ايوه فيه خير كتير. ايوه فيه مواهب، فيه خير بعكس ما يراه الغير، بعكس ما احنا نفسنا. أيوة. جالنا وقت اتهزينا جدا. ايوه وكل المطلوب، انا يعني كنت بأثني على الدكتور طه في كلمه الحده. كان ناقص الاهلي الحده، كان لازم يسن السكينه شويه. الدفاع الهجومي كمان كان ناقص الرغبه والاراده في ان كل واحد ياخد فرصه يحس انه عنده امل حقيقي، وده هو المتوافر في الظرف اللي احنا فيه. فاعتقد ان ما يتحقق من تطور في اداء الفريق مع التعديلات اللي هتخش على الفريق مع عوده المصابين هيكون الامور في اتجاه اخر باذن الله. طيب، برضو في اطار تجهيز كل اللعيبه للمرحله اللي جايه المضغوطه، النهارده الكابتن محمد يوسف حرص على تنظيم مباراه وديه للعيبه اللي ما شاركتش الفتره الاخيره لتجهيزهم، وخاصه العائدين كمان من الاصابات المختلفه. لعب الاهلي مباراه وديه امام فريق نجوم السادات وفاز الاهلي 7-0، ومش العبره بالنتيجه، لكن شارك في حراسه المرمى علي لطفي، ولعب في رباعي خط الظهر باسم علي في اليمين وصابر رحيل في الشمال، لعب محمود الجزار ومحمد عبد المنعم الاثنين سردباكين من العناصر الصاعده المبشره. خط الوسط لعب اكرم توفيق واحمد حمدي، ولعب عمار حمدي واحمد حمودي ومؤمن زكريا، وكان راس الحرب احمد ياسر ريان. مع بدايه الشوط الثاني كابتن محمد يوسف عمل 3 تبديلات بدخول الفلسطيني محمود سلمي، ومحمود سلمي صانع العاب جديد الاهلي تعاقد معاه مؤخرا من غزه وفريق الشجاعيه، واعتقد لاعب موهوب يا باشمهندس. والكابتن محمد يوسف اشركه في الشوط الثاني النهارده هو وعمرو بركات وعمرو جمال مكان احمد ياسر ريان وعمار حمدي واحمد حمودي، وايضا محمد فخري. وفخري يعني نجوم كتير جدا الناس سمعت عنها، او لعيب يعني ده فخري جاب الجون السابع كمان. يعني اللي عايز اقوله ان الناس كانت بتسمع عن اسماء كتيره. أيوه. ما شافتهاش. ايوه، فهي انا ارجو ان احنا نكرر تجربه ان بعد المباراه الاساسيه يبقى في مباراه بديل ودية للبدلاء. للبدلاء والصاعدين، دي بتحطك في اولا بتدي امل بالذات للصاعدين، وفي نفس الوقت بتخليك قدامك بقى الصوره الحقيقيه للمواهب اللي عندك. سجل احمد حمود الهدف الاول في الدقيقه 18، في الدقيقه 30 سجل احمد ياسر ريان الهدف الثاني، في الدقيقه 35 حمودي جاب جون ثالث، في الدقيقه 44 احمد ياسر ريان الاثنين داخلين في سبق حمودي وياسر ريان، جاب احمد ياسر الهدف الرابع والثاني له في الدقيقه 44. في الشوط الثاني بعد 7 دقائق عمرو بركات سجل الهدف الخامس، ومؤمن زكريا بعدها بثلاث اجوان خرج متعرض للاصابه في العضله الخلفيه، وفي الدقيقه 82 عمرو جمال سجل الهدف السادس، وبعدها بثلاث دقائق محمد فخري اختتم السباعيه. مؤمن اصيب باجهاد في العضله الخلفيه. عايز انوه على عمرو جمال.
يعني ما حدش حاسس ان عمرو جمال بيجهز تجهيز كويس. ايوه. وانا قدرت اتحرى يعني، فبيقال انه بيستعيد مستواه. ولو حصل ده انت جالك فيرود كويس. ايوه. عمرو جمال كان الفيرود رقم واحد في منتخب مصر. عليه شغل وعليه مسؤوليه وعليه تحدي، وهو يعني عمال بيعلن ساوقف الاهلي ساعبر عن ذاتي يا رب. طيب هذه المباراه زي ما قلت لكم لتجهيز كل العناصر، لانه الاهلي بكره كمان عنده تمرين صباح الساعه في ملعب المختار التتش، ده هيكون للاستعداد لمواجهه جيما الاثيوبي. المباراه اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، البطوله اللي الاهلي بيستهل بيها المشوار من هذا الدور. بيتطلع الكابتن محمد يوسف طبعا للاستقرار على تجهيز كل العناصر، لا سيما العناصر المسجله في القائمه الافريقيه وعددها 23 لاعب. هيتم ابتداء من الغد الاستقرار على القائمه اللي هيدخل بيها معسكر المباراه، والمباراه زي ما حضراتكم تابعتوا قبل كده هتقام في برج العرب ان شاء الله. حركه المصابين في الاهلي، علي معلول الظهير الدولي التونسي هيبدأ يدخل في تدريبات الفريق بشكل جاد إن شاء الله يكون جاهز للمرحلة اللي جاية. محمد الشناوي بعد تعفيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة في لقاء الوصل الإماراتي رجع للتمرين النهاردة. دخل كمان جونيور أجايي بعد شفائه، بس أجايي طبعا يحتاج للقيد في أول يناير إن شاء الله، سواء في القائمة المحلية أو القائمة الأفريقية. وأحمد فتحي اتمرن تمرين لوحده قبل المباراة الودية النهاردة علشان يدخل إن شاء الله بعد كده في التدريبات الجماعية، ونأمل اللحاق في المباراة القادمة. مؤمن زكريا خرج من المباراة الودية النهاردة عنده بعض الإجهاد في العضلة الخلفية، هيخضع للكشف الطبي قبل ما يدخل للمران بكرة إن شاء الله. بينما حسام عاشور بعد تأهيله أو بيواصل تأهيله من الإصابة اللي خرج بها في مباراة بتروجيتو، بيقترب من العودة استعدادا للقاء جيما أبا جافار الإثيوبي. دي بعض الحالات في مستشفى الأهلي. موقف سعد سمير لم يتحدد عدد المباريات أو فترة الغياب اللي هيغيب فيها بعد إصابته في مباراة الجيش، وهينتظر الجهاز الطبي الأشعة اللي أجريت على مكان الإصابة. وعلي معلول زي ما قلت لكم بكرة يدخل مران الكورة، لكن هي ديت حركة الإصابات أو حركة الدخول والخروج لمستشفى الأهلي. لاعب مدافع موهوب زي رامي ربيعة غايب عن الملاعب بقاله فترة طويلة لإصابة كانت مؤثرة جدا في عضلة الفخذ، لكنه ما إن شفي منها بعد آلام الظهر ثم يفاجأ أنه مصاب بكسر في إيده بيحتاج شهر. إصابات مختلفة ملهاش علاقة ببعضها يعني، وده ممكن تطمنك مفيش حاجة معينة إنها مش متكررة في نفس المكان يعني. نتمنى بقى نشوف اللعيبه دي في حالتها والاصابات بقى تخف شويه. ده مش عايزين يذبح وعجل، ده عايزين يذبح حظيره. يعني طيب ايضا فيما يخص المباراه اللي جايه، وما يخص ايضا عوده الجماهير للمدرجات، يمكن الاهرام اهتمت بتاكيد الاهلي للجهات الامنيه سنتحمل مسؤوليه جماهيرنا داخل الملعب في الدوري. وقالت الاهرام إنه النادي أرسل خطاب رسمي إلى مسؤولي وزارة الداخلية يخطرهم فيه بتحمله تأمين جماهيري داخل الملعب خلال مباريات الدوري بهدف تفادي الأزمات اللي حدثت في المباريات الأخيرة. والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي أرسل هذا الخطاب وقال إن الجهات الأمنية وافقوا عليه، لكن الدور حاليا على الجمهور إنه يلتزم ويساعد إدارة النادي على إن هي تبذل أو تنجح في مساعيها بإذن الله لعودة لائقة للجماهير. شوف دي خطوة مهمة جدا جدا جدا. إن النادي الأهلي يتحمل ويثق في جمهوره ويتحمل أمام الجهات الأمنية مسؤولية عودة الجماهير. أيوه. منتهى الثقة ومنتهى التحمل للمسؤولية. يجب أن يقابل من جمهور إيه؟ بمنتهى التقدير، منتهى التعاون، ها؟ أيوه. منتهى الالتزام. أيوه. والا هتكون النتيجه، طب ما هو لا قدر الله بقى المتربصين يعني هيلاقوا الفرصه ان يحرمونا تاني من جماهيرنا.
فأرجو أن دي تبقى الفرصة السانحة الحقيقية والسليمة لعودة الجماهير، وأن النادي الأهلي يستطيع أن يفي بوعده مع الداخلية وكل حاجة تبقى تمام، لأن افتقدنا جمهور الأهلي تماما. نتمنى إن شاء الله العدد اللي هيكون مسموح بحضوره في مباراة برج العرب، مباراة الفريق الأثيوبي، تلقى الحضور الكامل من قبل الجماهير، والأهم تلقى الالتزام، مزيد من الالتزام، مزيد من المساعدة على العودة الكاملة للمدرجات إن شاء الله. طبعا دي الفترة الطبيعية جدا، فترة الأخبار في الاستغناءات، زي ما في كلام عن الاستخدامات والانتدابات والصفقات، في كلام يواجهها أو يقابلها على الاستغناءات. طبعا اليوم السابع بتقول الأهلي يقرر الاستغناء عن سليف كوليبالي المالي في هذا الشتاء، وبتقول انه قرار مسؤول الاهلي جاء متزامن مع رغبه المدافع الدولي او المالي في الرحيل، هو الاخر على خلفيه الهجوم اللي تعرض ليه مؤخرا من قبل الجماهير والخبراء وجماهير السوشيال ميديا، فضلا عن رحيل الفرنسي باتريس كارتنون المدير الفني اللي كان مساند ليه. يعني هو منطقي انه يشعر بكل القلق دلوقتي، لانه هو جاء بقناعه مدير فني اصبح مش موجود، ويقابل يتزامن هذا مع الهجوم عليه. صحيح، ممكن يعني كل شيء وارد. طيب نشوف رأي الكابتن سيد عبد الحفيظ، سئل عن هذا السؤال، هل أبلغت كوليبالي بالفعل بالرحيل ولا إيه اللي حصل؟ نشوف سيد عبد الحفيظ لأون سبورت. طبعا هو ده، هي دي الفترة وهو ده الموسم، مش طبيعي اي اعلامي او صحفي او مندوب هيقابل اي مسؤول لازم أنا هيساله مين رايح ومين اللي جاي، هو ده السؤال اللي بيشغل كل الجماهير. امبارح كان انيس بوجلبان لاعب الاهلي السابق وواحد من المخلصين للاهلي الحقيقه، كان في زياره للقاهره، حل ضيفا على كابتن احمد شوبير في برنامجه، كان السؤال الطبيعي انت جاي تخلص مين للاهلي؟ شوف احد الزملاء اللي بعتزي بيهم وعارف اهلاويته، بس عارف كمان ان هو يعني حامي قوي الفتره دي. يعني حصل اتصال بينا وبين بعض، فقال لي يعني وكانه يستدرجني او ان انا بخبي يعني حاجه، فقال لي طيب والطياره بتاعت 3:30 بقى مين اللي هيجي عليها في مطار القاهره؟ ما عنديش معلومات حقيقي، ما كنتش بموه يعني. قلت له مين اللي هيجي عليه يعني؟ قال لي لا يعني انت ما هو كمان ساعه يا باشمهندس هيبقى موجود لحد ما تحريت وعرفت انه انيس بوجلبان. طبعا لما يجي كابتن انيس بوجلبان في الفتره دي مع ترشيحات للعيبه توانسه، ها، وافارقه موجودين في تونس، الربط بيبقى منطقي قوي. بس الراجل هو جاي الحقيقه بفصحى. طيب كابتن شوبير سأل أنيس بوجلبان جاي القاهرة تعمل إيه وتخلص مين؟ نشوفه قال إيه. طب أنيس بوجلبان جاء في زيارة عادية كان قد خطط لها ولكنها تأخرت بعض الشيء، فجاءت في هذا التوقيت الذي يتزامن مع الكلام الكبير عن التدعيمات والصفقات. حتى لو جاء في زيارة مش ممكن أنيس هيكون موجود إلا لما الناس هتسأله، سواء زمايله أو مسؤولين، مش بس في الأهلي، في أندية كثيرة. أنيس بوجلبان واحد من الناس اللي محبوب حتى في تونس وفي مصر، وراجل يعني عندما يسأل في كثير من الأحيان لما كنا بنسافر نجيب لعيبة بتاع أنيس كان موجود وكان مساند جدا يعني. فمنطقي جدا أنه قد يسأل يستفسر منه على حاجة، يطلب منه شيء، لكن مش معنى كده أنه هو جاي يخلص حد بعينه يعني. طيب مش جاي يخلص حد، طب مش يجوز يخلص حد يمشي من الأهلي؟ كان سؤال لأنيس بوجلبان عن مواطنه علي معلول، هل علي معلول ماشي من الأهلي ولا لا؟ نشوفه عليه. نجاح علي معلول يغري أي لاعب تونسي، ده يفتح الباب؟ طبعا ده علي معلول فتح الباب للنقاز انه يجي مصر يعني. ما كانش بس تداعياته داخل النادي الأهلي. بس انا عايز اقول لك حاجة، النهاردة في قرار في تونس في تونس تقريبا خدوا القرار فعلا باعتبار
لاعبي شمال افريقيا محليين. محليين. هنا بقى تقدر تقول للانيس هو انت جاي ليه؟ طيب بس في مصر لسه ما اخدوش الباب. معلش مصر ما هو جاي ياخد لعيب تونس، افرض انه جاي، افرض ان ده اللي هيحصل يعني. يعني القرار ده قرار، هي تونس مقدماه كقرار في الاجتماع اللي يعقد في المغرب. ده هم خدوا القرار بالنسبه اللي يخصهم. اللي يخصهم اه. فعايزين يعمموه. اه. يا جماعه ده قرار هيغير خريطه الكوره خالص. واسعارها هيعمل هو ده ايجابي ولا سلبي يا باشمهندس؟ لا لو انت جاهز له كويس ممكن يبقى ايجابي. ده على غرار الاتحاد الاوروبي. اللعيبه الاوروبيين ما هياش اجانب بينهم وبين بعض. ايوه. او هم ما عندهمش المشكله دي بالشكل اللي عندنا. اه. فدي افادتهم جدا، بس خلت الاسعار عامله ازاي؟ اسعار اللعيبه بقى مش الانتقال نفسه. فانت اعتقد انها هتؤدي الى حراك وتغيير في خريطه الكره الافريقيه. طيب انيس بوجلبان تذكر الجيل الذهبي الكبير اللي لعب معاه وقال انه ديت من اسعد فترات حياتي، لانه كمان الاهلي وقتها كان في عنفوانه. مين اللاعب الابرز في هذا الجيل في راي انيس بوجلبان؟ تصنيف دقيق. يعني انا اشارك الراي. يعني بركات هو ذلك اللاعب الذي يعني لا غنى عنه ويحدث الفارق ومؤثر جدا، ولكنه ليس بالضروره ان يجذب الالتفات والانتباه كما يفعل ابو تريكه، لان ابو تريكه كان في منطقه ثانيه من حيث جزاله العطاء. يعني عطاؤه جميل، مهاراته شكلها مش عارف ازاي. وهما الاثنين الحقيقه، انت فاكر مثلا كابتن علي ابو جريشه وشحته، ها رحمه الله عليه. طيب كابتن شاذلي وكابتن مصطفى رياض، ها تملي الثنائيات دي ما ينفعش يتقال مين احسن من مين، لان هو وجودهم كان بيدعم الفريق وبيدعموا بعض كمان. بس هو التوصيف ده جميل قوي، صحيح. ابو تريكه الاكثر شعبيه وبركات الاكثر اهميه تأثيرا. طيب ما هو ده طبيعي يا جماعه من فريق زي الاهلي، ولما بقول لكم زي الاهلي لانه تكتشفوا انه الاهلي في حته تانية خالص. الناس اللي بتتخانق على مقاعد محليه، والناس اللي بتتكلم على تمثيل محلي، والناس اللي بتتكلم على معرفش ايه، مش واخده بالها انه الاهلي في حته تانية. وما من حدث يحدث الا ويثبت انه احنا مضيعين وقت، مش بتاعنا في الحته دي خالص. احنا في مكان تاني خالص. امبارح في مباراه بوكا جونيور وريفر بليت، المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على قناه ابو ظبي، نشوف كيف تذكر وجود الاهلي في نهائي هذه البطوله اللي هي وصفت بكلاسيكو الموت. الغائب الحاضر. يا لعراقه الاهلي المصري. طيب انا هبسطها لك. دي عامله زي مثلا ما تقعد تتكلم في التمثيل، ها فتبتدي تتكلم عن عمر الشريف، ها الذي هو موجود على الساحه الدوليه باهم الافلام العالميه، ها ويبتدي ممثل مثلا صاعد وكويس كل حاجه، ما قلتش عليه حاجه، بس ملوش انجازات غير على شاشه المسلسلات في رمضان. فنبتدي نتكلم هو مين اهم. يعني يا جماعه ده هو سابنا وراح في حته تانية. الاهلي سابكوا وراح في حته تانية. مشكلتنا كيف يعود الى هذه المنطقه، مش مشكلتنا في التنافس الداخلي اللي ممكن كل كام سنه حد يخطف مننا لقب يعني. مش بتوع دوره رمضان. يعني لا، ودوري بص هو مفيش جدال ان الدوري العام هو بوابتك. بوابتك لكل شيء. مفيش جدال ان انت بتبقى حريص جدا تكسب الدوري تحديدا. ثم افريقيا. مش عايزين نبسط من الامور، مش يعني عشان مش يبان ان احنا لا، ولذلك لا تقلل، ولذلك الاهلي حريص انه يعض على الفرصه. لا، فرصتنا موجوده في الدوري، لسه ما راحتش، واحنا طبعاً ابطال الدوري. طبعا واحنا ابطال الدوري. حتى الان، وباذن الله باذن الله نستمر يعني.
فإنما هي أنا بتكلم على الناس اللي مضيعة وقتها في المقارنة في المقارنات ونقعد نتكلم ونرد. يعني أنا يا ريت ما ننشغلش قوي مش عايزين نبقى رد فعل. كل واحد اللي عايز يحصلني يشتغل يشوف أنا فين ويجي وراي. طيب بعد التتويج امبارح بوكا جونيورز فقد فرصة إحراز لقب الكأس الليبرتادوس لكنه توقف رصيده عند 18 بطولة خارجية. ظل ريال مدريد الأكثر تتويجا على مستوى العالم ب 25 بطولة، يليه زي ما قال علي سعيد الكعبي الأهلي المصري ب 20 بطولة، إيسي ميلان الإيطالي 18، بوكا جونيورز 18، إندبندنتي الأرجنتيني 17، برشلونة 17، ساو باولو البرازيلي 12، ليفربول الإنجليزي 11، بايرن ميونخ ألمانيا 11، أياكس أمستردام الهولندي 11، الزمالك المصري 11، مازيمبا الكونغولي 11، اليوفنتوس 10، كلوب أمريكا المكسيكي 10، ريفر بليت الأرجنتيني 10، ثم بقية القائمة حتى تصل إلى النجم الساحل التونسي في المركز ال 16 بتسع بطولات. يعني ديكوا شايفين الأهلي يلاحق ريال مدريد، الأهلي المنافس اللي قدامه، الهدف المرصود إنه الأهلي يستعيد بإذن الله الكثير من ألقابه القارية. يوم الجمعة بيستهل مشوار دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة، عنده كل الطموحات وعنده كل التركيز إن شاء الله تعالى خطوة بخطوة نحو استعادة عافيته، علشان بإذن الله ابتداء من يناير بالتدعيمات وبعودة اللاعبين وبكل الصياغة الكاملة لفريق الكورة ابتداء من يناير يدخل الأهلي بإذن الله دور المجموعات الأفريقية بروح جديدة، بأوراق جديدة، بطموحات جديدة إن شاء الله. يعني مفيش جدال إن ده الهدف اللي بيشتغل عليه الأهلي دلوقتي. طيب بعد فوز الأهلي أو بعد بلوغ الأهلي الدور النهائي في دوري أبطال أفريقيا، لأنه كمان التصنيف القاري مهم، التصنيف القاري المتراكم من القرن اللي فات مضافا إليه نقاط كل الفرق اللي اشتغلت السنة دي لغاية نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي الكونفدرالية اللي توج بيها الرجاء المغربي على حساب فيتا كلاب الكونغولي. احتفظ الأهلي بصدارة أفريقيا ب 109 نقاط، بعديه مازيمبا الكونغولي 69، الترجي التونسي ثالث ب 68. لو الترجي فاز بالسوبر لأنه بطل دوري الأبطال عنده فرصة إحراز لقب، لو فاز بالسوبر الأفريقي هياخد نقطة عشان هيتساوى مع مازيمبي في 69، وهنا نفكر إنه مازال السوبر مباراة واحدة رصيدها نقطة واحدة، لكن في ناس بيتخانقوا عليها من القرن اللي فات، أهي لغاية دلوقتي اللي بياخد السوبر بياخد نقطة واحدة. النجم الساحلي الرابع عنده 66 نقطة، الزمالك في المركز الخامس وعنده 59 نقطة. الأهلي 109، الزمالك 59، الأهلي الأول أفريقيا، الزمالك الخامس، وما بينهما مازيمبي والترجي والنجم الساحلي. ده التصنيف التراكمي لأندية أفريقيا قاطبة منذ بداية مسابقات القارة وحتى نهائي المباراة الأخيرة. طيب في القرن الجديد لو فصلنا القرن الجديد القرن الواحد وعشرين عن حصاد التراكم للقرن الماضي، هنلاقي الأهلي ابتداء من 2001 حتى الآن جمع 69 نقطة، مازيمبي 49، النجم الساحلي 47، الترجي 41، إنيمبا النيجيري 26، الزمالك والرجاء في المركز الثامن 22 نقطة، ولو فاز الرجاء بالسوبر لأنه هيلعب الترجي هيتخطى الزمالك وينفرد بالمركز الثامن وينزل التاسع. نقطة، ثلاث أضعاف تقريبا أو أكثر. ما احنا اتفقنا بقى. أنت هتقعد تطمئن إنك أنت متفوق على اللي وراك، لا. أيوة. خليك بص اللي قدامك. طيب في إطار الدوري الممتاز النهارده كان في ثلاث مباريات، المقاولين بقيادة ابن النادي الأهلي ولاعبه المتميز ومدرب المقاولين الحالي عماد النحاس
حقق فوز كبير على بتروجيت 3-0، بس كمان كان اللافت انه ابناء الاهلي مش بس عماد النحاس اللي تألق، لا كمان محمد سمير ابن الاهلي سجل الهدف الاول، ومحمد طلعت مهاجم الاهلي السابق ايضا سجل هدفين. ياه ده محمد طلعت والله كان مهاجم كويس. صحيح. المقاولين بهذا الفوز رفع رصيده ل 23 نقطة في المركز الرابع في الدوري من 15 مباراة، لكن بتروجيت توقف رصيده عند 15 نقطة من 17 مباراة بيحتل بيها المركز ال 16. في آخر دقيقة المصري أدرك التعادل مع الداخلية 1-1 عشان الفريق البورسعيدي يصل للنقطة 17 والداخلية معاه في نفس الرصيد. بيراميدز كان متقدم قبل الهوا على طول على حرس الحدود 2-0 لعل النتيجة انتهت، لكن غدا هيلعب بكرة الثلاث إن شاء الله هيلعب وادي دجلة مع الإنتاج الحربي. بيراميدز كسبان حرس الحدود 3-0، غدا هيلعب وادي دجلة مع الإنتاج الحربي، يوم الأربع سموحة مع الاتحاد وإنبي مع النجوم، ويوم الخميس هيلعب طلائع الجيش مع المصري. دي خريطة الدوري، وزي ما حضراتكم تابعتم امبارح فوز الأهلي قفز بيه من المركز العاشر للمركز الخامس، تتبقى ليه بعض المباريات المؤجلة فوزوا بيها إن شاء الله تجعله يطرق وبشدة صدارة البطولة. هيكون بعد الزمالك بثلاث نقاط فيما لو الفرقتين كسبوا كل مبارياتهم اللي جاية. في إطار يا باشمهندس سعي الأهلي لمزيد من التطوير في البنية التحتية بتاعته والمنشآت الحديثة، استقبل المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي وفدا صينيا في زيارة مهمة جدا للنادي. وفد من الحكومة الصينية بيضم ممثلين عن 6 شركات كبرى في الصين، هذه الشركات متخصصة في مجالات المقاولات والتمويل العقاري والاستثمار الصناعي. واستكمل هذا الوفد زيارة مقر النادي في الجزيرة، ثم انتقل إلى فرع الأهلي في الشيخ زايد، وأبدى الوفد الصيني إعجابا شديدا بإمكانات النادي الأهلي وبالمقر الجديد في الشيخ زايد. ورافقهم المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التسويق، واستقبلهم في الشيخ زايد اللي هو محمود الفيشاوي مدير فرع الأهلي في الشيخ زايد. هذا الوفد عنده وفد من شركات صينية تعمل في ضمن وزارات التجارة والصناعة في ولاية هانجتشو الصينية، ورؤساء مسؤولي مجموعات 6 شركات كبيرة عندها سابقة أعمال في الإنشاءات الرياضية الكبيرة. قد يكون الإجابة والحل في هذه الزيارة. هل ينتظروا منشآت مهمة جدا وطموحات كبيرة جدا. الصين معنية جدا جدا بالبنية الرياضية في أفريقيا تحديدا. صحيح. وتقدم لأفريقيا، أنا ما كنت في كينيا شفت عملوا إيه لكينيا أو في الكونغو، عملوا دورة الألعاب الأفريقية منشأتها بالكامل. فأنا أعول على هذه الزيارة بإذن الله، ويعني أتمنى أنها تأتي بالثمار اللي احنا عايزينها، لأن كمان مش بس هم بيوفروا التمويل كده، لا ده في جدية وفي التزام وفي مواعيد، ويعني بتبقى خطوة مهمة جدا، أرجو أنها تحقق ما نتمنى. نتمنى إن شاء الله، خاصة أنه الأهلي بينفتح بقوة حول كل هذه الخبرات العالمية الكبيرة. زي النهاردة وكل نهاردة كان فيه لحظة فرحة وتتويج للأهلي. في مثل هذا اليوم كان 9 ديسمبر 2012 الأهلي فاز على نادي سانفريتس هيروشيما الياباني 2-1، كانت في المشاركة الرابعة للأهلي في كأس العالم للأندية باليابان 2012، هدفي الأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة نفكر حضراتكم بيهم. والله زمان وحشتنا جدا هذه الذكريات طبعا. وعلى فكرة أنك تكسب فريق ياباني في اليابان في بطولة العالم للأندية دي عملية مش سهلة، صعبة طبعًا. جدا دول دوخوا ريال مدريد. يعني الماتش خلص 5-3 اظن، ما بيهمدوش وكان بيتقدموا على ريال مدريد، جري وسرعات عاليه رونالدو بقى وفاولات بيحطوا وهم حاجه مرهقه جدا، وتطور هائل في كره القدم في اليابان. طيب 10 ديسمبر بس 2006 الاهلي فاز على اوكلاند سيتي نيوزيلندي 2-0
في كأس العالم للأندية. المباراة كانت تاريخية لأنه ده كان الفوز الأول للأهلي في هذه البطولة في مشاركته الثانية فيها. سجل الهدفين أمادو فلافيو وأيضا محمد أبو تريك. نفكركم والله. يا سلام عليك، الله يرحمك يا كابتن محمود. محمود بكر عليه رحمه الله. ما فيش اجمل من كده تعليق ولا معلق رحمه الله عليه. لكن اوكلاند ده بس انا عايز اتوقف امامه، لانه هو دلوقتي اصبح صاحب الرقم القياسي في المشاركات. هو بطل الاقيانوس. هيقولوا مين الاقيانوس؟ يعني بيبقى فيها استراليا، بيبقى فيها نيوزيلندا، وبيبقى فيها دول مش مشهوره كرويا، ولذلك اعتقد هو يا 7 مرات يا 8 مرات. احنا 5، الاهلي 5 مشاركات. استراليا ما عادتش معاهم كمان، بقت نيوزيلندا وبعض الجزر الكاريبي. استراليا راحت اوروبا. راحت اوروبا ولا راحت امريكا؟ لا، لعبت مع اسيا قبل كده. اسيا خلاص اتنقلت على اتنقلت مع اسيا، دي لعبت تصفيات مع سوريا. ايوه، فاصبحت المساله اسهل لهم كمان انهم يتاهلوا يعني. بعض جزر الكاريبي. على اي حال والله باذن الله، باذن الله ندرك الامر الموسم اللي جاي باذن الله. ان شاء الله يعود الاهلي. اصل انت ريال مدريد الى ما بعديك. هو في سنتين خد 6 ألقاب. ايوه، هو ده اللي خلاه. وانت برضو في ال4 سنين اللي فاتت ما خدتش اللقب الكونفدراليه. ما انا بقول لك هو الفرق. صحيح. ان شاء الله يعود الاهلي لمكانه ومكانته. ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف الناس دي عايزه ايه بالظبط من الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الناس دي عايزه ايه من الاهلي ومن مدير الكره فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلمة أو سأل سؤال، والله كان سؤال، أنا عايز أعرف ليه ده بيتم وليه أفضل الحكام عندنا ما بيحكموش للزمالك. سؤال كان في منتهى الجدية والاحترام والتقدير، لا في لا تلقيح ولا تنقيح ولا تلميح، كان سؤال صريح كان يترد عليه السبب 1 2 3 زي اي سؤال. او يتقال ما حصلش، او يتقال له لا انت بتكذب ما حصلش، لانه جهاد جريشه والبنا بيحكموا كل اسبوع للزمالك وانت بس اللي مش واخد بالك، او في اسباب موضوعيه تحول دون ده. ممكن يكون في حكم قريبه لاعب في الفريق او ابنه او اخوه او مسؤول في النادي او بيشتغل في نادي له علاقه بالمباراه، يجوز يعني في اسباب موضوعيه يترد بيها، غير اتهام سيد عبد الحفيظ وباستمرار رجم سيد عبد الحفيظ اعلاميا سواء في بعض البرامج او داخل غرف الشاتنج في السوشيال ميديا، باستمرار الهجوم على سيد عبد الحفيظ لانه سال سؤال الكل لا يستحي حتى لا 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 الان لا لا. من الاجابه عليه. بص يا استاذ ابراهيم بقى، هو استكمال للخطه في الضرب في كل من يكتسب ثقه جماهير الاهلي. ايوه، كابتن سيد في الفترة الأخرانية منذ بدأ الاستوديو التحليلي ولديه مكانة خاصة جدا ومؤثر مع جماهير الأهلي. وهنا يبدأ الضرب المتعمد، زي البرنامج بتاع حضرتك ده. أيوه. أما بيستهدف وبيضرب. زي حاجات الهدف ضرب العلاقة. إنك أنت ما تقولش حاجة وتلاقي الناس بتحاسبك عليها. أيوه. بتحاسبك على حاجة ما قلتهاش. وحليني على ما تثبت بقى وتقعد تتكلم يحطك دايما في مركز الدفاع عن النفس. ولكن هيهات، اللعبه اتكشفت، محدش هيعمل معانا كده تاني. كلنا ليس وحيدا، لست وحيدا يا سيد، لان لست وحدك. لست وحدك. ليه بقى؟ لان الموضوع ال4 5 سنين اللي فاتوا تقريبا قضوا على الاعلام الاهلاوي في التواجد على الساحه الاعلاميه. تقريبا، وده ده ده اللي كان راعبني وده اللي كان مخوفني وما زال الموضوع، لان انت مش بس اذا كنت انت حطيته جوه ناديك يبقى هيتعمل ايه بره؟ خلاص انت قلت ما فيش اعلام اهلاوي، انت اللي قلت، انت كاهلي قلت ما فيش، هم دول. فاصبح هم دول مسيطرين على الاعلام. احنا بندفع ثمن الكلام ده وما زلنا برضه مش متنبهين قوي.
لخطورة الموضوع ده. ما زلنا برضو ايه واعين في الفخ الى حد يعني، بنحاول الصورة فيها يعني مقاومة اكبر، محاولة اكتر ان احنا نعمل بعض التوازن من خلال شبابنا الواعي اللي هو دلوقتي اصبح يعني واخد على عاتقه هذه المسؤولية والمساحات اللي بنحاول نفردها لهم. ومن هنا يا استاذ ابراهيم ما تتصورش ان انت لما يتقال كلام لانه كلام مكرر هيترد عليه بحقائق مكرره، ما تزهقش. يعني مثلا النادي القرن هنفضل نقول نفس المستندات ونفس الكلام وبالادله ونفس الادله، اتكلموا هنتكلم، واخد بالك؟ طيب مساله بقى ان سيد عبد الحفيظ، طب انت بتهاجم سيد عبد الحفيظ ليه؟ يعني هل انت عاقبت حد قبليه؟ ده وصل الامر ان المتجاوز بيتساءل دلوقتي هو ازاي سيد عبد الحفيظ ما تعاقبش؟ لو كنت تعاقبت كان اتعاقب. طيب المقصود الكابتن احمد حسام ميدو عمل تويتر، اكتر من تويتر الحقيقه، في هذا السياق قال ما صرح به سيد عبد الحفيظ من خلال تلميحاته بان هناك توجيه لبعض الحكام للزمالك هو تصريح خطير جدا، لو كان مسؤولي او مسؤوله الاتحاد ارادوا ان ياخذوه بمحمله الصحيح لكانوا اوقفوه فورا. تصريح معناه ان لجنه الحكام تعين حكام ملاكي للزمالك لمجاملته. مؤكد. مش احنا اللي قلنا. هو احنا اللي قلنا؟ هو المسؤول اللي مدير التنفيذي ومسؤول والمسؤولين عن التحكيم هم اللي قالوا، هنسمعهم تاني وتالت وعاشر. قال ميدو ولكن مسؤول الاتحاد قرروا تجاهل هذا التصريح الخطير، ثم رجع ميدو قال تاني في تويتر تاني تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤول الأندية باستخدام أسلوب البلطجة والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا. تصريحات تعود بنا إلى الماضي. وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل ب 50% من بطولاتها؟ شوفوا بقى الكلام. أنا بوافق على الجملة الأخيرة دي. لأنه يتحدث من واقع خبرة عاشها هو. يعني هو ما حددش مين اللي تساعد. ومين اللي خد 50% من بطولاته؟ وأنا بقول له أنا موافقك. فتش بقى وشوف مين اللي خد 50% من بطولاته، وكان هيبقى الثالث ولا الثاني ولا الأول، كان هيبقى فين؟ ما نحسب. مع بعض كده نقعد كده نجيب لجنة تفرز. ونعمل وتسال بقى كابتن فاروق جعفر عن اعترافه بكل ضربات الجزاء اللي خدها. بس كابتن فاروق جعفر وكابتن سمير قطب له تصريحات، وكابتن ناصر محمد علي له تصريحات، ناصر فاروق له تصريحات، وكابتن رضا عبد العال له تصريحات، وكابتن علي خليل له تصريحات. لا المساله يعني، وهو كابتن ميدو نفسه في بعض اللحظات له كلام. على فكره هو كابتن ميدو هو الشكل الجديد بتاعه الاخراني ده بقاله كام شهر بس، ما كانش على هذه الوتيره. هو دلوقتي واخد هذا الاتجاه، ده دليل ان في يعني اتفاق على ان ده يبقى اتجاه اعلامي. الضغط على الاهلي، الضغط على الاهلي من منابر متعدده، منابر تركناها لمده طويله طواعيه لمده 5 سنين ولا بتاع، واصبح دلوقتي استعادت جزء منها عمليه شديده الصعوبه، عايزه اجيال لانها اتخلقت على اجيال. واعتقد فاكرين حضراتكم لسه من حلقتين ثلاثه عرضنا لكم ما تسرب من رسائل عبر الواتساب ما بين مسؤول في نادي، عضو مجلس اداره وراجل كروي، مع صحفي، وازاي الاتفاق على انه قبل مباراه الاهلي والمقاولين بثلاث ايام الفلوس وصلت والناس اتظبطت، بس مستنيين ده اللي حصل قبل ماتش الترجي هناك. اول كعباله ليهم مع اول وقعه. جوابات مزوره يا استاذ ابراهيم لحد النهارده، لحد حقق ولا حد قال لنا مين اللي عملها. لحد النهارده. نفس التخطيط، نفس الاتجاه انت ماشي. لا انا شفت تزويره غريبه جدا برضه. طب مين اللي زور الجواب بتاع اللجنه الاولمبيه؟ اللي اتعرض على مجلس النواب صاحب المصلحه. فين التحقيق؟
انا كمجلس نواب ازاي اعدي الموضوع ده ان يجي لي جواب مزور وبعدين بعد ما علق اكتشف انه مزور ولا يهتز لي جفا. يعني اهتم ان اعرف مين اللي يعمل معايا كده؟ كيف يجرؤ احد ان يفعل هذا مع مجلس الشعب؟ فين الناس اللي تحسسنا ان هناك بارقه امل في نوع من الانضباط السلوكي والاخلاقي؟ فين؟ عايزين حد يحسسنا هذا. مش حاسين. كل الجرائم والموبقات ترتكب وتعدي رغم انها بتبقى جايبه نتيجه ومؤثره وبتضيع حقوق على ناس وبتشوشر على تاريخ. ما تقولوا لنا مين اللي بيعمل كده في البلد؟ بلدنا ما يستحقش هذا ولا يتحمل هذا. ما تعلموش اجيالنا اللي جايه يعني ايه اللي تكسبوا العبوا. هذا مبدا خطير، هذه المكيافيليه. استاذ ابراهيم والله الموضوع خطير، عايزه حد ينتفض كده بس ويتكلم في الموضوع ده. هذا امر جد خطير. انت بتجيش جيوش اصبحت دورها تزوير المستندات دلوقتي وتزوير التاريخ. وبعدين يطلع واحد يقول لك ما تعاقبوش فلان ليه؟ وانت عاقبت مين عشان تعاقب فلان اللي ما عملش حاجه برضه؟ اللي سال اسئله ما حدش بيجاوب عليها. ما هو هيجاوب يقول لك ايه؟ عايزه يجاوب عليها؟ طب ما نسال الاول المهندس عامر حسين رئيس لجنه المسابقات زي ما اتكلم في صدى البلد، كيف لم يعاقب سيد عبد الحفيظ؟ مبدئيا السؤال موجه والسؤال مصاغ بطريقه انه تحمل الادانه للكابتن سيد عبد الحفيظ. هل لجنه المسابقات ما اخذتش ليه قرار ضد تجاوزات الكابتن سيد عبد الحفيظ ضد الحكام؟ يعني حتى صياغه السؤال بيقر انه اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ فيه تجاوزات، حتى مع ان هو تساؤل عن ايه اسباب تخصيص حكام بعينهم. يعني حتى انت يا هاني، يعني انا بحب هاني وهاني رغم زملكاويته بيحاول لكن برضه راح سائل المراسل قال له اسال تجاوزات ده مراسل، ده المراسل ما يعني. ما السؤال خده منين؟ من السماعه. كان اللي قال له اساله والله يعني انا جات لي المعلومه دلوقتي بالظبط. هو في النهايه على مسؤوليتي البلاغيه السؤال في اقرار بانه سيد اخطا. طب هل هو اخطا؟ ما هو انا ما اعرفش. يعني السؤال الكبير اللي طرحه سيد عبد الحفيظ ما حدش فكر حتى من الساده الاعلاميين الجادين حتى الكبار انه يعيدوا تاني للكابتن عصام عبد الفتاح. يا سيدي بلاش، سيد عبد الحفيظ غلط. طب ما تخليني انا اسالك السؤال، لماذا يبعد حكم مصر الاول عن مباريات الزمالك؟ قالها ليه؟ قال رقم 2 البنا هو مش رد محمود. ما هو قال لك كنت هحط مباراه الزمالك وبيراميدز بس اتاجلت. طب وبعدين؟ لا قال لك له موقف. قال كده. يعني له موقف؟ هو قال له موقف من ايام المقاص. قال كده. طيب ما هو يعني انت بتناقشني هو قال كده فبالتالي انت بتلبي للي هو عايزه. الله، هو لما جه اصلا اتعين يوم المقاصه اتعين. ما تجيب يا عم الكابتن وجيه والكابتن ده من قبليها دي. ايوه وجيه احمد عمر قاسله للجنه ويجيب لهم الحكم اللي يريحوا. الله، ده بقى بنسبه ال 50% اللي ميدو بيتساءل عنها. ثروت سويلم يقول الزمالك عايز ياخد بطوله. ده حاجه تانية، ده في الكاس. فبالتالي عايزين نجيب له حكم مصري كده وش. وقبليها ده لما فرج عامر طلب حكم. ثروت سويلم مع وجيه احمد خلال رئاسه لجنه الحكام هنجيب له حد يظبط له الدنيا، انا عارف هجيب له واحد حبيبه، وبيتكلموا ساعتها على جهاد جريش. طيب هي دي التعيينات الملاكي ولا اجره؟ مش عارف. تعيينات بهذا الشكل الموجه بالارقام اللي هنقولها لحضراتكم تاني اللي ما حدش جاوب عليها من لجنه الحكام اللي زعلوا من الكابتن سيد عبد الحفيظ. لما الزمالك لغايه دلوقتي في الموسم الحالي يكون لعب 14 مباراه في الدوري ومباراتين في كاس مصر، يحكم منهم امين عمر مباراتين، ابراهيم نور الدين مباراتين، محمد عادل مباراتين، محمد الحنفي مباراتين، احمد الغندور مباراتين، وما يحكمش البنا خالص، وجهاد جريش هيحكم مباراه واحده. البنا ما يحكمش اي ماتش. طب الاقي السنه اللي فاتت
لانه هيتقال لي لسه الزمالك يا دوب ما كملناش نص الدوري السنه اللي فاتت. الثلاث حكام او الاربع حكام اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ سماهم وقال ليه دول بالذات لكل مباريات الزمالك، هل سيد عبد الحفيظ كان متجاوز والموسم الماضي 17 18 الصباحي يحكم خمس ماتشات، محمد عادل يحكم خمس ماتشات، محمد الحنفي يحكم ثلاث ماتشات ومعروف مباراتين، ولا ظهور على الاطلاق لجهاد جريشة اللي مثل مصر في كاس العالم. ست حكام بس، ست حكام اداروا للزمالك 27 مباراه، سته اداروا 27، الصباحي وامين عمر ومحمد عادل وعاشور واحمد الغندور ومحمد فاروق اللي اعتزل. الاقي حكام مباريات الزمالك في 16 17 الحقيقه احصائيه امدنا بها الزميل احمد قيشو في رصد عدد حكام الزمالك في الاربع خمس مواسم الاخيره. حكام مباريات الزمالك 16 17 الاقي الحنفي وعاشور كل واحد فيهم اربع مباريات، والصباحي اربع مباريات، ومعروف اربع مباريات، وجهاد جريشه مباراتين اثنين، والبنا مباراه واحده. الاقي سبع حكام، سبعه بيديروا 26 مباراه للزمالك. والاقي حكام موسم 14 15 اللي الزمالك فاز فيه في بطوله الدوري، الاقي محمد الحنفي اللي رافضين وصفه بانه حكم ملاكي او اختيار موجه دايما حسب كلام ثروت سويلم، الاقيه بيحكم سبع ماتشات رقم واحد، الرقم الاول في اداره حكام للزمالك، سبع مباريات هو رقم واحد. والاقي ابراهيم نور الدين خمس مباريات، البنا وقتها ما كانش مغضوب عليه ادار خمس مباريات، والاقي امين عمر ومعروف ايضا ثلاث مباريات ومباراتين، يعني في اربع حكام في هذا الموسم اللي الزمالك خد به الدوري، اربع حكام فقط اداروا 22 مباراه. في تداول الذ واطيب من كده؟ أربع حكام يحكموا 22 مباراة للزمالك عشان ياخدوا الدوري في موسم أعتقد تفاصيله لما إحنا ما كانش ملك وكتابة بيظهر وقتها، لما رجعنا عملنا حصر كامل لكل المجاملات التحكيمية اللي حدثت والكوارث اللي حصلت في هذا الموسم، ولو احتاج الأمر هنعيد عرضها تاني عشان نشوف هي الـ 50% رايحة لصالح مين، هو ادعاء بالباطل ورمي جتت وخلاص علشان تبدأ الأجيال الجديدة تنسى كل اللي اتقال عن هذه المجاملات التحكيميه، ويتقال اصله الاهلي بياخد بطولاته بالحكام. بالحكام بينما قيادات اتحاد الكوره نخب زملكاويه كبيره طوال التاريخ هم اللي بيديروا اتحاد الكوره، لكن الحكام بيجاملوا الاهلي. الاعلام بيجامل الاهلي و99% من الاعلام اديكم شايفين انحيازاته ومواقفه، بس يتقال اصله الاهلي في الاعلام، زي الاهلي والدوله والاهلي ونادي الدوله والحكومه بتساند الاهلي، وتشوفوا شكل الامور ماشيه ازاي. هل في موسم 2015 2016 أدار محمد الحنفي مباراة واحدة للزمالك كانت أمام المصري وخسرها الزمالك، كانت كفيلة إنه يدير للزمالك مباراة واحدة في هذا الموسم. الإجمالي بتاع المواسم الأخيرة من 15 من 14 15 حتى الموسم الحالي، ألاقي محمد الحنفي بيحافظ على الصدارة 17 مباراة للزمالك. دي أرقام يا كابتن ميدو، دي ارقام، لو كان سيد عبد الحفيظ غلط قولوا له ان انت غلطت. هو اتكلم على اختيارات واضحه جدا. الاقي الحصاد الحنفي ادار 17 مباراه، محمد امين عمر امين عمر ادار 13 مباراه، الصباحي ادار 12 مباراه، عاشور 12 مباراه، ابراهيم نور الدين 11 مباراه، محمد عادل 10 مباريات. كل ده، ودي مش اختيارات موجهه، نفس الأسماء اللي كابتن سيد تساءل عليها، قولوا لي ليه؟ هم أكفاء؟ ليكن. طب بقية الأندية ليه ما بيستفادوش من كفاءتهم؟ التانيين وحشين بيحكموا ليه لبقية الأندية؟ ده كان سؤال منطقي جدا، حتى كل الإخوة الإعلاميين يناقشوه مع الكابتن عصام عبد الفتاح بدون عصبية وبدون توتر. اتك على جرح يا إبراهيم، اتك على جرح. نبه إلى نقطة كانوا مش عايزين حد يتكلم فيها، لكن هم اللي كل شويه بيشاوروا على نفسهم.
يعني اما يطلع مدير الاتحاد تاني وتالت وعاشر مره يقول بنجيب له الحكام اللي بيرتاح لهم، ومره يقول ما جبناش حكم اجنبي لنهائي كاس مصر، ها عشان ياخد بطوله، لان من حقه عايز بطوله ومن حقه ياخد بطوله، فجبنا له حكام مصريين. ما هو التصريح الاكثر صراحه ووضوح من هذا التصريح؟ حد يقول لي يعني هل ده محتاج ان حد لما يتكلم يعاقب بدل ما يتفتح تحقيق زي اي اتحاد في الدنيا ما بيروح يشوف في هذا التصريح تقولوا اللي بيجيب سيرة الكلام ده هو اللي يعاقب؟ اعتقد مسألة غريبة جدا. لكن لو هنتكلم على اخطاء التحكيم لصالح الزمالك ضد فرق بعينها، طب ما الكابتن احمد حسام ميدو نفسه وهو بيقود وادي دجله، كيف راى احمد حسام ميدو المدير الفني لدجله ما تعرض ليه فريقه من ظلم تحكيمي لصالح الزمالك؟ نفكره. طيب دجله كان بيلعب ضد الزمالك والحكام، يعني هو ده اللي بيخليني اقول لكابتن ميدو انت زعلان بالكابتن السيد الا حتى ما قالش كده، الا حتى ما اتهمش التحكيم بشكل رسمي، ده هو تساءل عن سياسه توزيع الحكام على الانديه. ها فشايف ان ده بيقود النادي الى خطر او بيقود الكره الى خطوره. ترجعنا تاني، ما قلته يا كابتن ميدو انت قال كلمه مهمه جدا، احنا ناس مسؤولين عن انديه وبنتعب وبنشقى، وهكذا الكابتن سيد مسؤول عن نادي بيتعب وبيشقى ويشعر بالخطر من هذا التوجه. ما كانش عايز الغضبه دي منك انت بالذات يا كابتن ميدو، لانك انت لما وقفت في الموقف ده غضبت قوي 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 وشعرت بظلم، وكان كلامك اكثر مباشره واكثر خطوره واكثر توجيهنا للاتهام. حقيقي ان انت عشان كالعاده كل واحد عايز ينتقد نادي الزمالك ولك والاهلي. دي الجملة الحقيقة اللي غريبة جدا، ما تدوا الدوري للأهلي والزمالك. الله، لا في كتير منه حتى السادة المحللين كله هو بيتكلم ما يتكلم مثلا هو عايز يظهر عايز يظهر ايه، وممكن يكون بيلوم الأهلي والزمالك لا يلام. يقول لك مثلا ايه، الأهلي لما شارك في البطولة الأفريقية كان عنده مشكلة والزمالك قبل كده برضه. يا عم انت بتتكلم في سياق الزمالك مش شرف فيه، ليه الحساسية؟ ليه جملة النفاق الدايمة؟ ليه لما انا ممكن اوجه اشاده بالزمالك يكون الزمالك يستحق الاشاده، فاستشعارا للحرج الاقي الجمله المحق والاهلي برضه. ولاحظوها بس عشان تحسوا الناس ما عندهاش حتى استعداد لما تلوم حد لوحده على خطأه يبقى هو فقط اللي بيستحق اللوم، ولما تشيد بحد ايضا لحاجه يستحق عليها الاشاده يبقى هو لوحده، مش بالضروره الاثنين لازم اربطهم في بعض فبان ان انا يعني متكافئ جدا وانا متعادل قوي مانيش واحد منحاز ابيض ولا احمر. الفيديو اللي ده نرجع تاني للفيديو ده استاذ ابراهيم، هو بيجاوب على سؤال مين؟ ليه ما تعاقبش؟ هو مثل هذه التصريحات ما كانتش من ميدو بس لوحده، ده مدربين كتير ايوه اتعاقبوا عليها. ده كابتن حسام البدري اتعاقب على بصه السنه اللي فاتت فيما لم يعاقب لاعبو الزمالك على الدفع باليدين والتشويح وتهجم على الحكم. يعني ما حدش يقول اشمعنى في الجزئيه دي بالذات، احسن انت الميزان خاسر جدا. يعني اللي عايز يسترشد بالتاريخ وبالاحداث يا ريت يلجا الى الاحداث علشان هيكتشف مين اللي استفاد ب 50% من بطولاته بمثل هذه القرارات. تفتكر محتاجة مراجعة مرة؟ مراجعة يا ريت، هو واحدة بواحدة لا اشتغلوا عليها بقى عشان نطلع بقى الحقيقة للناس إن شاء الله. يبقى ما أشار إليه ميدو إنه لعب وقتها ضد الزمالك بشرف وده المطلوب. إحنا هنينا عماد النحاس وهو بيلعب بيقود المقاولين للفوز على الأهلي بشرف، حيينا كل اللعيبة اللي مختار بيتعادل مع الأهلي مختار وهو بيتعادل مع الأهلي. الله، علي ماهر السنة اللي فاتت هو بيقود الأسيوطي ويخرج الأهلي من الكاس. كل دول عناصر أشادت يعني استحقت فعلا الإشادة والتحية للسلوك الرياضي النظيف، زي كل اللعيبة
اللي قبل كده لعبت ضد الاهلي وحتى الان المعارين، الاهلي ما بيرتكبش الفعل الغريب جدا انه يعير لعيبه الانديه ويشترط عليها انها ما تلعبش ضده. ما بيعملهاش الاهلي، غيره بيعملها. احنا هنناقش هذه القضيه في يوم. ها؟ هنناقش قضيه الاعاره. لا لازم، لان دي قضيه مهمه، قد يكون ده هو ده الموقف السليم بس يتعمم بقى. بالظبط. ليه بقى؟ لان انا مش معقول انت تفتح لي حريه التعاقد فتعاقد مع 20 لاعب وتسجل منهم ثلاثه و17 عينهم للانديه فيتوزعوا على انديه الدوري ما يلعبوش ضدي. يبقى عندي 30% فاقد في قوه اي فريق بلعبه. بينما المنافس بيلعب ضده هو فول تيم. اذا كان ده اذا كان ده هو الصح يبقى على الكل، يبقى قانون بقى، يبقى لائحه. مفيش لاعب معار يلعب ضد ناديه. بس او الكل يشارك، او كل يشارك. ما ينفعش الخصوصيه دي. لا، وهتقول لي اتفاق ناديين، ما ممكن ناديين يتفقوا على نادي ثالث. بالظبط. ما ينفعش الكلام ده. بالظبط. طيب، الاهلي مستمر في الزحف نحو المكان الطبيعي وبيواصل انتصاراته. امبارح حقق فوزا مهما على طلائع الجيش باداء رائع جدا في الشوط الاول ومنضبط تكتيكيا في الشوط الثاني الى حد كبير. الاهلي قفز للمركز الخامس ب 20 نقطة وبيواصل زحفه بإذن الله نحو صدارة البطولة لاحقا. من 10 مباريات فقط الأهلي جاب 20 نقطة، له 4 مباريات ليتساوى مع الزمالك المتصدر وعنده 35 نقطة. تحددت منها 3 مباريات حتى الآن. تعرفين يوم الجمعة الأهلي هيلعب المباراة الأفريقية مع الفريق الأثيوبي، ثم 17 ديسمبر يعني بعدها بثلاث أيام هيلعب فريق النجوم، ثم الداخلية يوم 26، ثم إنبي يوم 30، وبعدها لجنة المسابقات تحدد بقية مباريات الدور الأول الثلاثة المتبقية للأهلي مع بيراميدز أو الأربعة كمان وسموحة، الزمالك وبيراميدز وسموحة والمقص اللي هتكون من المؤكد في شهر يناير إن شاء الله. بعد هذا الفوز المهم للأهلي على طلائع الجيش هنقول لكم المردود الصحفي ومعالجات المواقع لهذا الفوز. الأخبار قالت الأهلي يهزم طلائع الجيش بهدفي مروان محسن، تمريرات شريف الحاسمة تقود الأحمر للفوز والأداء يتحسن تدريجيا. الأهرام قالت أهلي زمان يستعيد هيبته تدريجيا بثنائية مروان، حمل اللقب يفوز على الطلائع في مباراة السهل الممتنع. واحنا ممكن نعلق على بعض العناوين. اتفضل. انا يعني تمريرات شريف الحاسمه. اتفضل. طيب، شريف ده احد الصفقات اللي عبرت عن نفسها باستمرار لما كانت بتاخد فرص بسيطه. ايوه، علشان بنقول برضو يا جماعه ما هو في لعيبه موجوده في النادي الاهلي وجد، يعني الناس تقول لك هم فين. يعني انت تذكر صلاح محسن مثلا؟ لا، تذكر وقتها عنتر راح الزمالك، جه صلاح محسن وشريف. وشريف يعني في صفقتين مهمين للنادي الاهلي. ايوه، وبينتجوا يعني، واخد بالك؟ مشكلتهم ان جاؤوا في عثره. يعني لو الاهلي كسب افريقيا كل ده كان هيبقى ايجابيات. جاؤوا في عثره ولا في عطسه؟ عثره؟ في عثره ولا في عطسه؟ عطسه، انت اللي عطاس. انا مالي؟ تقول لنفسك. لا يعني بقول لك، يعني النهارده ابتديت تشرك بعض الناس اللي ربما مع تقدم الزمن تكتشف ان هم هيكونوا منتجين. ايوه، يعني ابتدينا نشوف احمد علاء ممكن يمشي. أيوه، ويحل لك المشكله دي. ايوه، ولسه الجزار. يعني في محاولات، لكن عشان ان انا باستمرار الاقي نجم حاسم قوي، دي عايزه ظروف، وعايزه النجم ده اولا يكون موجود، وهو غالبا هتلاقيه بره، هتلاقيه يعني خارج. وده الشغل اللي شغال في كل اتجاه، في كل اتجاه ان شاء الله. طيب، الاهرام اهلي زمان يستعيد هيبته تدريجيا بثنائيه مروان، حامل اللقب يفوز على الطلائع في مباراه السهل الممتنع واداء البدلاء ضربه يوسف. عندك تعليق؟ يعني هو بيحملوا او بيرجعوا الفضل للكابتن يوسف انه ادى البدلاء الفرص الحقيقيه وما خذلهوش. وبعدين برضو
الهيبه هيبه ايه؟ هيبه الـ الشخصيه الكرويه. اه ان يستعيد شخصيته الكرويه. يعني انا هقول لك حاجه. الحده كانت موجوده. الجماعيه الى حد كبير كانت، يعني هتلاقي الاهلي الاكثر استحواذا، الاكثر فرصا، الفرص ضائعه، الاقل تعرضا للفرص. ها؟ يعني كل الارقام هتلاقيها لصالح الاهلي في هذه المباراه. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان هي دي شخصيه الاهلي، انك انت حتى ده باسم من خلال يعني باسم لو انفرد كان عنده فرصه يجيب جول. طبعا هو حمل نفسه زياده مروان محسن، انه كان عايز يجيب الهاتريك ويفك بقى، يعمل مباراه تبقى استثنائيه له. انا كنت افضل تملي ان اللعيب الموفق يبعد عن المواقف اللي مش هتضيف له، ولكن يعني هو لو جاب ضربه الجزاء ما حدش هيقول والله ده جاب ضربه الجزاء، لكن لو ضيعها هتبقى مش لصالحه. بالظبط. طيب الاخبار الرياضه قالت الاهلي الطالع خلص من الطلائع. والاخبار المسائيه الاهلي يواصل الزحف، مروان يقود الشياطين للفوز على الطلائع والفريق يقترب من المربع الذهبي. والمساء قالت احترسوا الاهلي يتقدم، ارجو ان يستمر. قالت ايضا المساء الاهلي طالع بهدفين في الطلائع، هي فاز قفز للمركز الخامس واربك حسابات اهل القمه. يلا كوره، الاهلي يهدم خطة الجيش في 9 دقائق ويؤمن حدود الصدارة. موقع في الجول، النصر يواصل التقدم، ثنائية مروان تقود الأهلي للمركز الخامس بالفوز على الطلائع. دي عندك أي تعليقات تشعر على تشعر بجدارة الفوز؟ يعني كل العناوين ماشية في الاتجاه ده، الاتجاه الإيجابي المتفائل اللي بيشمل تحسن في صورة الأهلي، في استعادة الهيبة، في السهل الممتنع، في الطالع، في وده يدلك على ان الثلاث ماتشات اللي فاتوا حتى ماتش المقاولين كان بداية لسعادة بعض الشخصية، بعض او جزء كبير من الشخصية. ومش عارفين بقى المحللين متفقين مع اللي هنقوله بعد كده ولا لا. قبل ما نشوف المحللين نشوف الراجل اللي بدأ كما لو كان قدر يعمل هذا الانقلاب النفسي ويقود الأهلي من هذه العثرة وهذه الكبوة إلى هذا الفوز المتتالي وماذا بعد. كابتن محمد يوسف أهلا بيك. بيك أهلا بيك أستاذ إبراهيم، بمسي عليك وبمسي على كابتن عادلي وبمسي على مشاهدينكم الكرام. مبروك أولا الفوز المتتالي، لكن خلينا اسالك ايه اللي اختلف؟ هو اللي اختلف ان الكابتن عادل بقينا نشوفه بقى دلوقتي. هو ده اللي عمل التحول مش كده؟ لا يا راجل، هو ده اللي عمل الانتعاشه. بيجي المكتب بينورنا لا طب ما لو كده خليه يقعد معاك في المكتب على طول. بيني وبينك اهم صفقه الكابتن عادل. ربنا يخليك. اكيد الله يخليك. قول لي ايه الاجواء، ازاي انت عشتها وازاي شايف التحول ده؟ ما فيش تحاول ولا حاجه، احنا خلينا نحط الامور طبيعتها. يمكن حصل لنا يعني دروب في عدم توفيقنا في فوزنا ببطوله افريقيا امام منافس قوي، الترجي كان حظوظه اقوى، ممكن يكون الظروف كانت معاكسه بالنسبه لنا والاجواء اللي لعبنا فيها. وبعديها طبعا صدفه ان انت ما رجعتش على دوري، رجعت على بطولة عودة أو يعني مباراة عودة في بطولة أفريقيا، قصدي في بطولة عربية، ف في خروجنا من بطولة عربية دي عملت هزة شوية. لكن الحمد لله يعني أنا بقول من خلال الأربع مباريات اللي لعبنا فيهم حاليا، سواء مقاولين أو بتروجيت أو جونة أو الجيش، الحمد لله يعني تقدر تقول إن الثقة بدأت ترجع، الروح بدأت ترجع، بدأنا نستعيد حاجات مميزة للفريق أو شخصية الفريق ممثلة في بعض النقاط زي الضغط، زي الاستحواذ، إيجاد فرص فيها خطورة على مرمى المنافس. الحاجات دي بدأت تعود، مش بالشكل المطلوب طبعا، لكن خطوة كويسة يعني اتقطع فيها شوط كويس،
لكن بنتمنى تبقى أكتر من كده وكثافتها أكتر من كده وخطورتها أكتر من كده. الحمد لله يعني احنا شغالين كل مباراة بمباراتها، لأن عندنا طبعا مصابين، عندنا بعض الظروف الإيقاف زي أزارو في المباراة القادمة، فالحاجات دي كلها بنتعامل مع كل مباراة على حدة. وفي نفس الوقت كمان يعني طخينا دم جديد، دم ده أو أوراق جديدة بدأت تعبر عن نفسها وبدأت إن هي يعني تاخد أو تنال ثقة الجهاز والجمهور والمسؤولين. فبنتمنى إن احنا نمشي خطوة بخطوة، مش عايزين ندي الأمور أكبر من نصابها زي ما بتقول. احنا مركزين جدا دلوقتي في الهدف بتاعنا المهم، هو مباراة الذهاب في بطولة أفريقيا مع بطل أثيوبيا، مباراة مهمة جدا في بطولة بتقام مضغوطة زي ما بنقول. بطولة أفريقيا السنة دي جاية على طول بعد البطولة اللي هي اللي فاتت، فمهم جدا إن شاء الله يوم الجمعة نكون بأحسن حالاتنا من الناحية النفسية والبدنية والفنية عشان نعمل نتيجة جيدة تدخلنا مباراة العودة بشكل إيجابي كويس. كابتن محمد، يمكن الفريق الأثيوبي مغمور شوية، ما حدش عارف عنه حاجة كبيرة، وانت بعت كابتن عادل مصطفى تفرج عليهم، شايف الفريق ده ازاي؟ لا طبعا انت المباراة الـ 32 المباراة الأدوار التمهيدية سواء 64 أو 32 مباراة بيبقى في غاية الخطورة وبيحصل فيها مفاجآت، فلابد ان احنا نكون حذرين جدا من هذه المباراة. الكابتن عادل مصطفى راح شاف اتفرج على الفريق في أديس أبابا وكتب لنا عنه بعض الملاحظات المهمة جدا، واحنا كمان حصلنا على تسجيل لمباريات ليهم وبندرسهم شغالين عليهم. فطبعا كل الحاجات دي مهمة جدا، احنا بنحترم هذا الفريق، وزي ما بقول كده ان لابد ان يكون عندنا احترافية شديدة في التعامل مع هذه المباراة، لابد يكون عندنا تركيز عالي جدا، روح عالية جدا هي روح الفانيلا الحمراء في اثبات احقيتها في بطولة افريقيا القادمة ان شاء الله. طيب مباراة الجمعة، يعني اذا كان عندنا بعض العناصر اللي هترجع اللي هنعرف منك مين بالظبط اللي راجع، لكن في غيابات مؤكده، يعني لاعب زي احمد الشيخ مش مسجل افريقيا مش كده؟ انت خلي بالك بتتعامل مع لسه تم قيدها، الكارترون كان قايد 23 لاعب 23 لاعب بتتعامل من خلالهم في هذه المباراه، فهتبص تلاقي في عناصر معاك كانت بتلعب في الدوري في الفتره اللي فاتت مش هتلاقيها متأيده بافريقيا. عندك احمد الشيخ، عندك باسم، عندك احمد علاء زكريا، مين تاني بتقول حضرتك؟ علاء، احمد علاء برضو في الدفاع مش مقيد. بتبدا تتعامل بقى مع العناصر المقيده وتبدا تظبط الورق بتاعك، ويمكن مباراه الجيش يعني فيها جزء شويه من تفكيرنا. طبعا بتفكر في الثلاث نقاط في الدوري بتوع الجيش، لكن كان في جزء من التفكير بتاعنا كجهاز على مباراة بطل أثيوبيا، ولذلك لجأنا لدخول هاني كمستاج جوه على أساس إن يبقى القائمة الأفريقية. عندك مشكلة في الحتة دي؟ في احتمالات إن ممكن نستعين بيه فيبقى جاهز في الحتة دي. ف مروان ماشي بخطوات كويسه، ناصر ماشي بخطوات كويسه، نتمنى محمد شريف برضو مقايد افريقيا يبقى ليه برضو بصمه كويسه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يوم الجمعه بصرف النظر ايه الاسامي، لكن اهم حاجه الفريق ان شاء الله يظهر بشكل كويس ان شاء الله يوم الجمعه ونعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كريم ندفد يا كابتن يوسف، يعني انت لعبته اضطراريا في الباك رايت ومشي كويس جدا، وشفناه في الهاف ديفندر امبارح ومشي كويس قوي، تفكيرك له لمكانه الطبيعي ايه؟ بص يا استاذ ابراهيم، برضه انا مش حابب قوي نتكلم فرد واسم اسم، يعني تمام. خلينا نتكلم بشكل اجمالي على حاله اللعيب، حاله فريق النادي الاهلي بشكل اجمالي. انا شايف فيه تحسن في الثقه، تحسن في في خروج القدرات بتاعت كل لعيب بيخرج القدرات بتاعته
لصالح الفريق، عوده لاعبين كانوا مصابين بقالهم فتره زي باسم، زي مؤمن بقاله فتره، في انتظار ان شاء الله عوده احمد فتحي وعلي معلول والشناوي. الثلاثة دول برضو من العناصر اللي موجودة معانا، فكل العناصر دي كل ما بترجع لك بالإضافة للموجودين بتقدر ان انت فرقتك تبقى اقوى، فرقتك تبقى عندك الاوراق عشان التدوير وكثافة الماتشات، تبعد عن الاجهاد وتبعد عن الاصابات. فخلينا حد من دول يلحق مباراة الجمعة، معلول او فتحي او عاشور؟ اعتقد ممكن، بس مش عايز اكد طبعا غير لما اشوف الدكتور وحاله التقرير بتاعه، وبناء عليها نبني حساباتنا وحسابات. يا ناير، انت جونيور اجاي، اخبار عودته ايه؟ ماشي كويس؟ ماشي كويس، والنهارده كنا عاملين يمكن مباراه وديه بس اجلنا اشتراكه للمباراه الوديه القادمه. انا الفتره الجايه دي كلها هيبقى في مباراه وديه دائما بعد المباراه الرسميه. احسن حاجه دي يا كابتن محمد، وانا لسه كنت بقول للاستاذ ابراهيم يا ريت يبقى تقليد، لان ده اولا هيخليك باصص على عناصر كتير، وفي نفس الوقت هيدي حوافز وطموحات لناس عايزه تلعب قدام الجهاز الفني والناس، يعني مظبوط، خصوصا ان يعني قناه يعني الاهلي بتسجل الماتشات دي يعني. طبعا، وهي ليها فوائد كتيره، منها تجهيز مصابين، منها زي ما انت بتقول اللاعبين اللي هم بعيد عن المباريات بياخدوا حساسيه المباريات، ايضا مهمه جدا كسب ملل التدريبات، اللعيبه برضو التدريب. عايزه تلعب فبتبقى في بعض اللاعبين بيبقوا بعيد عن المباريات، ففي الحاله دي يا اما عدم قيدهم افريقيا، يا اما لسه فرصته ما جاتش في الدوري. ففي الحاله دي لما بيلعب مباراه وديه بيقدر ياخد حساسيه الماتشات، بيكسر الملل بتاع التدريب، وبالتالي بتعمل روح كويسه. يعني انا شايف النهارده في اداء كويس من بعض اللاعبين، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نستفيد بيه الفتره الجايه ان شاء الله. صالح جمعه تحت البرنامج الخاص مش كده؟ شغال صالح شغال تدريبات على طول يوميه، وفي بعض الايام بيشتغل صبح وبعد الدور على الفترتين. جونيور اجاي نفس الكلام برضو شغال، ويمكن النهارده كنا هندفع بيه في اخر ثلث ساعه، لكن فضلنا ان احنا ناجل للمباراه القادمه. فنتمنى ان شاء الله الامور تمشي بشكل كويس ان شاء الله. كابتن يوسف، تفسيرك لفكره الاصابات، معدل الاصابات عدد مش طبيعي وفترات قصيره، وتقريبا في كل مباراه في ضحايا، ايه تفسيرك ليها؟ لا، هو كثافه الماتشات العاليه مع التركيز على عناصر بعينها. يعني انت النهارده سعد سمير مثلا، نتيجه انا المباراه اللي فاتت دي كان يعني كنت في البلان بتاعي ان احنا نريح سعد وندي سليف يبقى جنب احمد علاء. ليه؟ لان سليف بقاله فتره ريح، كان قاعد بقاله فتره بيلعب ماتشات وكثافه ماتشات عاليه. سعد الفتره الاخيره واخد 6 مباريات في اقل من حوالي 20 يوم، يعني بتتكلم من مباراه الوصل يوم 22 ثم 27 ثم 1 ثم 5 ثم 9. كثافه الماتشات العاليه دي وفيهم سفريات طبعا بتعمل نوع من الاجهاد، ويمكن جاله اللي هو الشد البسيط اللي جاله. فدي نقطه. النقطه الثانيه برضو خلي بالك، لما بيحصل نتائج مش طبيعيه دي بتعمل نوع من اللود العصبي على اللاعبين، وبتعمل ضغوط على اللعيبه، صحيح، برضه بتاثر بشكل. يعني انت قلت تعبير دلوقتي عايز اطاقم امامه، شد خفيف يعني احتمال. لا، سعد ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. تقرير راح عمل النهارده اشعه، والتقرير هيطلع ان شاء الله يعني بكثير بكره نعرف. يعني احتمال يكون موجود معاك في ان شاء الله يعني دكه او حاجه في ماتش اثيوبيا. نتمنى ان شاء الله بدايه قويه في البطوله الافريقيه ان شاء الله. كابتن محمد، ان شاء الله استاذ ابراهيم، دعواتكم، واحنا نشتغل وبننزل كل ما كنا من اجل طبعا النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين في بدايه المشوار ان شاء الله باذن الله. ماشي. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف المدير الفني للاهلي، واعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله بشان
الاختلاف بين القائمة المحلية والقائمة الأفريقية وبعض الأمور اللي فرضة نفسها عن بعض الغيابات العناصر اللي ما تسجلتش، لكن يبقى الكلام عن فوز الأهلي امبارح كيف رآه خبراء الاستوديوهات التحليلية بكل صراحة ووضوح بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. سمعتوا الكابتن محمد يوسف واستعرض الموقف بالكامل بالنسبه للاعيبه وبالنسبه للاستعدادات ان شاء الله لمباراه الفريق الاثيوبي يوم الجمعه، لكن الفوز على طلائع الجيش واستمرار الاهلي في الزحف نحو موقعه الطبيعي كان له مردود مهم في استوديوهات التحليل. والحقيقه تقريبا يا باشمهندس انا رصدت موقفين، استوديو تحليل لقناه النيل للرياضه وهي قناه وطنيه رسميه، واستوديو تحليل في اون سبورت وهي قناه خاصه. ماليش دعوه بنوعيه الضيوف هنا وهنا او الساده المحللين هنا وهنا، لكن الموقف مختلف. الاقي في النيل للرياضه في التلفزيون المصري تقريبا زي ما يكون الاهلي ده مش فريق مصري في الدوري المصري. الدهشه فيما بين الشوطين، انا بتكلم فيما بين الشوطين، الدهشه ازاي طلائع الجيش اتهزم، وإن عشوائية الفريق الجيش وغياب التنظيم الدفاعي هي السبب، وإيه اللي بيحصل، والجون شوفوا بيقول إيه اللي بيحصل ده، إيه الليلة النكد دي. الكلام كله ما فيهوش أي قدر في الاحتفاظ لأنه في فريق أجاد وهو حامل اللقب شئت أم أبيت، هو حامل كل الألقاب في بطولة الدوري، إزاي يقلل من شأن؟ لا ده في تعمد يا أستاذ إبراهيم. في تتعامل ان نتحدث عنك بانك انت فريق عادي وتقليدي والاخر عندما يهزم يبقى اسباب هزيمته، وكان المفاجاه حتى من الناحيه الصحفيه والاعلاميه هي المفاجاه ان الجيش يخسر، هي دي المفاجاه يعني؟ هو ده السؤال المحوري المهم في التحليل عشان يتبرى كل بس انا عايز اقول حاجه الضيفين. الناس لازم تفهم وبذل مقدمي البرامج ان هم الجماهير اصبحت ذكيه جدا واخده بالها صحيح الانتماءات وطريقه الحوار. اللي انا بقوله لك ده كان حديث السوشيال ميديا طبعا. ليه الجنازه دي منصوبه وماله هو؟ هل هو بقى اذا كان ما يفرقش معاه كيانه هو ووضعه هو ويحط نفسه فين وكل اللي يهمه انه يخدم على الفريق اللي بيحبه، ده موضوع تاني. طيب نشوف بقى في الموضوعيه، وانا بقول لكم اون سبورت فيها الموضوعيه حتى لو اللي موجود فيها كابتن ايمن يونس وبقيه الناس اللي هم مش اهلاويه، لكن في عرض موضوعي في اون سبورت. نشوف وجهه نظر الدكتور طه اسماعيل في فوز الاهلي على طلائع الجيش. والله هو ده. شوف السؤال، الاهلي شوط جيد وطلع الجيش شوط جيد جدا. لكن الاجابه الذكيه اللي هي مربط الفرس ده اللي بقوله لك. مين الاكثر استحواذا؟ الاهلي. مين الاكثر فرصا؟ الاهلي. مين الاقل فرصا؟ طلع الجيش. يبقى مين اللي جيد ومين اللي جيد جدا؟ ما هو الكابتن مش محتاجه. كابتن طه بيقول للكابتن سيف جيد وجيد جدا، التقديرات دي ترد عليها الارقام الفاعليه في الكوره التحليل بالظبط. فمسألة إن إحنا نفرض حالة مزاجية أيوة. على المشاهد إن أنا ألقنه وجهة نظر أنا عايز أوصلها له، هي دي المشكلة. أيوة خلاص، ربما إن الكابتن سيف كان شايف إن ده جيد وده جيد جدا، لمجرد برضه ممكن يجي يقول لك إيه أصل فرق الإمكانيات. أنا بقول يعني مسألة نسبية. الدكتور طه حط المسائل، هل الأهلي في هذه المباراة كان ضغطه أفضل؟ ضغطه أفضل. الحاله الفرديه والجماعيه افضل؟ الحاله الجماعيه. فرصه اللي ضايعه اسهل؟ طبعا فرصه اللي ضايعه اسهل، ده في ضربه جزاء وفي كره لاحمد الشيخ وجون يعني لو توجهت. انت عارف لو كابتن احمد الشيخ اتصرف بطبيعته كان جاب جون رائع. هو عاده اشول الكره دي لو داس عليها كده الراجل اللي اتزحلق ده وكان عملها بشماله التقليديه بتاعته اللي بتلف دي كان جاب جون رائع جدا، لكن هو من كتر ما هو ضامن الكوره مستسهلها عايز يلعبها قبل المدافع ما يوصل. ايوه فانحرفت عن فده جون يعني
لا يقل أهمية وخطورة عن ضربة الرأس اللي راحت جنب العارضة. ناهيك عن كذا فرصة تانية يعني. الكلام ده بعد المباراة. طب المباراة من شوطين. يعني اللي أنت حسبت فعالية الجيش وخطورته جيد جدا على الشوط الثاني فقط. أيوه هو سأل عن الشوط الثاني. هو سأل عن الشوط الثاني. واخد بالك؟ من حقه. من حقه إمتى بقى؟ لو جيد جدا، لو صاحب الخمس فرص هو كان طلع جيش صاحب الفرصتين هو الاهلي خلاص. حتى لو الاستحواذ للاهلي، لا ده الفرص كانت المباراه دي تبها كده 5-1. جون طلع جيش الصحيح اللي اتلغى. ايه اللي اتلغى؟ واخد بقى. وعلى فكره دي كره سريعه جدا. ايوه. احنا شفناها بالشراب المتقدم اللي هي في فراكشر، يعني جزء من الثانيه ممكن. واحنا لما بنقول كده بنقبل مثل هذه الاحكام على النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. احنا لا تقف الا امام الحالات الفجه. ايوه. واخد بالك؟ لكن انا بقول ما هو اللاينز مان والحكم ما عندهمش طرف اعاده اللعبه. ممكن بقى لو في فار ولا بتاع كان القصه هتختلف يعني. طيب نشوف بقى كابتن عماد متعب ايضا في اون سبورت بعد المباراه. عماد متعب مبسوط من الاداء ومن الروح. مؤكد ان واحده من المباريات اللي تقدر تقول الاهلي اداها بشكل جيد يعني. من واقع حتى الاهداف، من واقع الفرص، ومن واقع الـ الاداء الفردي والجماعي والضغط اللي احنا كنا بنطالب بيه. يعني الاهلي دلوقتي انا هقول يعني انت احنا واخدين بالنا ان مروان محسن جاب جولين. طيب أنا اتفرجت على مروان محسن أفضل مباراة لمروان محسن من فترة طويلة، من السنة اللي فاتت للسنة دي. مفيش كورة مشتركة ما خدهاش. ومفيش كورة مشتركة حتى وهو بيتعرض للجذب وبيقع ما لعبهاش لواحد. يعني كان محطة بمعناها الحقيقية. فعلا كان إيجابي جدا في استلام الكرات وتمريرها إلى زمايله ثم يجري وياخد مطرح، وبعدين طبعا جاب جولين واهدر ضرب الجزاء. واحدة من أفضل مباريات مروان محسن. طيب هستأذنك إن احنا هنرجع مناقشة استديوهات التحليل المختلفة وهنشوف ما فيها من مفارقات واختلافات، لكن هنروح مع بعض إلى مقر أو فرع الأهلي في الشيخ زايد، الصديق العزيز الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي متحدثا عن قرارات المجلس. كل تحية لحضراتكم مجددا. بنسعد بلقاء بعد غياب لمدة شهر تقريبا واجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة أنه يعني كان في جلسة مهمة عقدت في النادي الأهلي بالشيخ زايد اليوم، وهي الجلسة الأولى بعد عودة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من رحلته العلاجية في ألمانيا، وبعد أن تم المولى عليه نعمة الشفاء. شكر جزيل وموصول لكل من تفضل بالسؤال عن صحته، وايضا توجه للمولى بالدعاء له. هو في خير حال، كان في صحه جيده اليوم وقعد اكثر من 5 ساعات مع مجلس الاداره اللي عقد جلستين الحقيقه. الجلسه الاولى كانت متعلقه باعتماد الجمعيه العموميه العاديه اللي انعقدت يوم 23 و24 في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ودي الجمعيه العموميه العاديه الاولى اللي بتعقد في عهد المجلس الحالي، وبتعقد على أساس اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي واللي تم اعتمادها في جمعية عمومية غير عادية في شهر سبتمبر الفائت، وتم اعتماد هذه اللائحة من اللجنة الأولمبية ونشرت زي ما حضراتكم عارفين في الجريدة الرسمية، وأصبحت بتمثل دستور النادي الأهلي اللي يحكمه خلال السنوات المقبلة، وهي لائحة الحقيقة يشار إليها بالبنان. وتابعنا كلنا حالة الحراك والحقيقة الجهد الكبير اللي بذل في صياغتها، وكانت منزهة عن الهوى وخرجت فقط لتستهدف مصلحة النادي الأهلي. الجلسة الثانية كان في جدول أعمال، بالأساس كان في مناقشات لأمور كثيرة تخص النادي، سواء فيما يتعلق بمتابعة الإنشاءات اللي بتتم في فروع الأهلي الثلاثة، الجزيرة، مدينة نصر، وأيضا الشيخ زايد، وعملية تسريع هذه الإنشاءات ليشعر أعضاء النادي الأهلي الحقيقة بقيمة وعظم هذه المنشآت،
خاصة أنه الفروع الثلاثة الآن بيشار إليها بالبنان فيما يتعلق باللاندسكيب، بمستوى المنشآت، بمستوى الخدمات، وعلشان مجلس الإدارة يكون على عهده وعلى وعده مع السادة أعضاء الجمعية العمومية فيما يتعلق ببرنامج عائلة النادي الأهلي. كان الحقيقة من الأهمية بمكان اليوم أنه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي عرض على المجلس الملف المنوط به والمكلف به، كان بيشتغل على أرض التجمع الخامس وهو الفرع الرابع. كنا قلنا لحضراتكم أنه تم فتح باب الاشتراك في هذا الفرع، وتم توقيع العقود في نهاية شهر سبتمبر الماضي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. النهاردة الخبر السعيد أنه الحقيقة النادي الأهلي وهذا الملف المتولي نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق نجح في استخراج القرار الوزاري من وزارة الإسكان بتوقيع الحقيقة دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، القرار رقم 1116 لسنة 2018 بتاريخ النهاردة 10/12، والنادي الأهلي طبعا تحت إيده الأرض، والأمن الخاص بالنادي مسؤول عنها الآن، وهيبدأ العمل فيها فورا بعد ما تم فتح باب الاشتراك. حضراتكم ناس كتير الحقيقة بتسأل عن فتح باب الاشتراك في فرع التجمع الخامس، الآن الباب مفتوح، أي حد يقدر يتوجه إلى مقر النادي بالجزيرة ويحصل على استمارة التعارف في البداية. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن قيمة اشتراك الفرع هتكون 200,000 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، وهيكون متاح للعضو اللي هيشترك في أي فرع سواء الشيخ زايد أو التجمع إنه يكون عنده فرصة لمدة 4 سنوات إنه يرفع للعضوية الكاملة على نفس المبلغ اللي كانت العضوية الكاملة. يعني العضوية الكاملة حاليا 350,000 جنيه في الجزيرة اللي هو بيكون له حق العضوية العاملة، وبالتالي يدخل الفروع الأربعة كمان. صحيح هترفع في 1 فبراير إلى 500,000 جنيه طبقا لقرار مجلس الإدارة اللي اعتمدته الجمعية العمومية. وبالتالي ده خبر سعيد احنا بنزفه للأهلوية في كل مكان ولسكان القاهرة الجديدة الحقيقة اللي منتظرين بفارغ الصبر بدء العمل في إنشاءات فرع التجمع الخامس. والشكر جزيل وموصول الحقيقة للجنة أو للملف اللي كان شغال عليه نائب رئيس النادي السيد العمري فاروق العمري، ومجلس الإدارة الحقيقة وجه لي الشكر لأنه بينتهج نهج يتعلق الكابتن محمود الخطيب منذ توليه مسؤولية الحقيقة رئاسة مجلس الإدارة، هو بيكلف أو المجلس بيكلف السادة أعضاء مجلس الإدارة بملفات كل في الجانب اللي عنده ميزة نسبية فيه بيشتغل عليه. يعني على سبيل المثال المهندس محمد سراج في مجال الإنشاءات والاستادات والتعاون وما ذلك، المهندس خالد مرتجي ملف التعاون مع الاتحاد الدولي، العلاقات الخارجية للكرة وللنادي الأهلي، طبعا الأستاذ خالد الرداري ده راجل أمين صندوق، الأستاذ إبراهيم في مجال العضوية مع الأستاذ طارق أنديل. أيضا تم توجيه الشكر لواحد من النشطاء في المجلس وهو الدكتور مهند مجدي على دوره الكبير في متابعة موضوع التأمين الصحي الخاص بالعاملين في النادي، وأيضا بتقديم خدمة طبية متميزة من خلال الشراكة مع مجموعة من الشركات التأمين الطبي والمستشفيات لأعضاء النادي. الحقيقة في خدمة بتقدم، وأيضا سيتم الانتهاء قريبا من مراكز العلاج الطبيعي للنادي بينشئها في فروع مختلفة، وهنبدأ بفرع مدينة نصر. في جهد كبير الحقيقة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة بذلوا في هذا الملف، والمجلس الحقيقة كان سعيد بهذا الجهد ووجه لي الشكر. كنا تكلمنا حضراتكم قبل كده عن الملف المسؤول عنه أيضا محمد الجرحي مع حفظ الألقاب بخصوص العلاقات الخارجية في إفريقيا، التواصل المجتمعي، فمجلس الإدارة بينتهج هذه السياسة، وبالتالي في إنجاز. يعني في النهاية لما بيكون في حديث عن إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي الأهلي بيكون بفضل إسهامات السادة أعضاء مجلس الإدارة وحسن توزيع العمل وحسن توزيع الجهد ومتابعة الملفات اللي بيعمل عليها البعض. حضراتكم عارفين أنه أيضا أستاذ محمد ضماطي شغال على ملف كابتن جوهر نبيل، دكتورة رانيا علواني، 13 شخص بيضمهم هذا المجلس بقيادة الرئيس محمود الخطيب، يعني هم 12 والرئيس رئيس المجلس 13 بيعملوا على قلب رجل واحد في كل الملفات. وبالتالي ملف كرة القدم اللي بالتأكيد حضراتكم منتظرين نتكلم فيه هو فقط مسؤولية الكابتن محمود الخطيب اتساقا مع
انه هو الملف بتاعه طبقا لتفويض مجلس الإدارة. طيب حضراتكم كنتم منتظرين انه في كلام كتير في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع الإلكترونية عن انه فلان تم التعاقد معاه، عن انه تم الانتهاء مع علان من امريكا الجنوبية، لا ده تحول الامر الى اوروبا، لا الى مكان اخر. ما نود ان نقول في هذا الامر؟ اولا رسالة تطمينات لجمهور النادي الاهلي، نقدر جدا حرصكم على متابعة اخبار النادي الاهلي والرغبة في الاستقرار، والاستقرار بالتعاقد مع مدير فني اجنبي على مستوى عالي شخصيته تليق بالنادي الاهلي ويكون عنده طموح لتحقيق البطولات. ما اود ان انقله على لسان الكابتن محمود الخطيب انه هذا الملف بيدرس بعناية وبتؤدة وبهدوء من اجل التوصل الى أفضل قرار يتعلق بالقيادة الفنية والجهاز الفني المقبل للنادي الأهلي. وبالتالي كل ما يثار من كلام واجتهادات، هي اجتهادات مشروعة، يعني يجتهد الزملاء الصحفيين زي ما هم عايزين، لكن في النهاية اللي احنا بنحب نقوله انه النادي الأهلي لا أحد يعلم ما يدور بداخل الغرف المغلقة به، ولا أحد يعلم حقيقة الملف المدرب الأجنبي إلا شخص واحد في النادي الأهلي بصفته هو المكلف المجلس الإدارة وهو رئيس النادي الأهلي وهو أسطورة كرة القدم عبر التاريخ الكابتن محمود الخطيب. والحقيقة إن الكابتن محمود على لسانه قال إنه يعني أرجوك طمن الجمهور إنه لما يكون في حاجة هنعلنها بشكل يتسق مع مبادئ وطريقة العرض في النادي الأهلي من خلال المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي، سواء في بيان رسمي أو قرار يعقب اجتماع مجلس إدارة بنتلوه على حضراتكم، أو النشر طبعا في الموقع الرسمي للنادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. فكل ما نرجوه مقدرين الحقيقة حرصكم ومتابعتكم ودأبكم وعشقكم لهذا الكيان، وبالتالي إن شاء الله قريبا سيتم الانتهاء من هذا الملف وسيعلن عن اسم الجهاز الفني كاملا والمدير الفني العالمي الذي سيقود النادي الأهلي. لم يتم التطرق في هذه الجلسة إلى أي شؤون أو أمور تخص كرة القدم، لم يتم التطرق في هذه الجلسة إلى أي أمور تخص شؤون كرة القدم، علشان الحقيقة أثناء الجلسة ما كانت منعقدة، الزملاء الصحفيين الجمهور بيسأل، في ناس ماشية في ناس قاعدة، في كلام عن مدرب، في ناس مستقيلة، هذا كلام حتى اللحظة عاري تماما عن الصحة، والأمور في النادي الأهلي في خير حال، كل واحد عنده ملف بيشتغل عليه، كل حد عنده تكليف بيتفانى في تأديته حبا وإخلاصا لهذا الكيان. فقريبا إن شاء الله بمجرد أن ينتهي الكابتن محمود الخطيب من هذا الملف سيعلن بنفسه أو سنعلن من خلال وسائلنا المختلفة في النادي الأهلي عن كل ما يتعلق بقطاع كرة القدم وإعادة هيكلته، لأنه الأمر مش متعلق فقط بالجهاز الفني أو بالمدير الفني الأجنبي، ولكن في الحقيقة عمل كبير يتعلق بقطاع وهيكلة كرة القدم في النادي الأهلي. الآن كل الدعم الحقيقة للجهاز الفني المؤقت اللي بيتولاه الكابتن محمد يوسف ابن النادي الأهلي المحترم المدير الفني، مع الكابتن سعد الحفيظ مدير كرة القدم، والفريق اللي بيؤدي الحقيقة بشكل طيب ومضطرد في الأداء وحقق يعني فوز في 3 مباريات متتالية، وننتظر إن شاء الله الفوز في مباراة 32 في دوري أبطال إفريقيا، مفترض نحن نلعب نهائي في شهر 5 بإذن الله، وعندنا يعني كل الثقة وملء الثقة في النادي الأهلي وفي الفريق الأول لكرة القدم أنه هيكون ممثل مصر في المباراة النهائية في شهر مايو القادم بإذن الله، ونعوض ما فاتنا يعني، وهذه هي كرة القدم يعني. ده بالنسبة لموضوع كرة القدم اللي حضراتكم كنتم منتظرين تسمعوا. بعد موضوع الدكتور مهند، خلونا أقول لحضراتكم أيضا أنه تم التعاقد مع محافظة القاهرة على يعني نشر إعلانات على أسوار النادي الأهلي. حضراتكم عارفين أنه أسوار النادي الأهلي تم تطويرها في الجزيرة ومدينة نصر أو بعضها في اللمسات الأخيرة، قد تستغرق أيام أو أسابيع قليلة، وبالتالي في تعاقد مع محافظة القاهرة للإعلان على أسوار النادي الأهلي، وقريبا ستطرح كراسة شروط جديدة بالتنسيق مع المحافظة، وهيكون في نسبة يعني للنادي الأهلي ونسبة لمحافظة القاهرة اللي بنعتز بالشراكة معها ومع محافظها المحترم الحقيقة اللواء خالد عبد العال، وبالتالي هنعلن أيضا عن النسبة هتكون إزاي. صحيح النسبة الأكبر هتكون للنادي الأهلي والنسبة لمحافظة القاهرة الأقل. في مجموعة قرارات عايز أرجع لموضوع فرع التجمع الخامس مرة أخرى، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس النادي الوزير العمري فاروق
للتسويق لهذا الفرع، بتضم في عضويتها السادة المحترمين أعضاء المجلس إبراهيم الكفراوي، طارق أنديل، محمد الجرحي، محمد الضماطي، ناس عندهم خبرات كبيرة جدا في مجال العمل الإداري والتسويقي، كلهم بيشغلوا مناصب مرموقة الحياة ومهمة في مجال عملهم الخاص، وبالتالي ارتأى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنه يستفيد من هذه الخبرات في هذا المجال. وواقع الأمر أنه فرع التجمع قد يكون في حاجة إلى تسويق، لأنه حجم الطلبات على الاشتراك في الفرع والاستفسارات اللي بتأتي والزيارات لمقر النادي من أجل الاشتراك في هذا الفرع كبيرة جدا، لكن مهم يكون في لجنة تنسق الأمر وتساعد الجهات الراغبة وأيضا الأفراد الراغبين في الاشتراك في فرع التجمع الخامس. عندنا مجموعة قرارات للنشاط الرياضي بعتقد أن هي حاجات مهمة عرضها الكابتن رؤوف عبد القادر ومجلس الإدارة وافق عليها، كان أبرزها اعتماد برنامج مكثف لإعداد البطل الأولمبي. الحقيقة النادي الأهلي يعني مهتم جدا بفكرة إعداد البطل الأولمبي، وأن يكون في يعني شباب واعد، والشباب هنا يعني الفتيان والفتيات يعني إن صح التعبير، للمشاركة في الأولمبيات المختلفة. هذا البرنامج هيبدأ بالموافقة على إقامة معسكر للمرتفعات للسباح أحمد أكرم بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15-12 الجاري إلى 5-1 المقبل بإذن الله. هذا البطل الحقيقة كلنا بنأمل أنه يحقق ميدالية في الأولمبيات المقبل. قد يسأل سائل، يعني أنا سألت كابتن رؤوف عبد القادر مفهوم معسكر المرتفعات، فقال لي أنه اللعيب يعني أو السباح بيتدرب أو بيطلع يقعد في أماكن مرتفعة عن سطح البحر، وده بيساعده على فتح رئتيه وعلى الحقيقة التعايش تحت ضغط، وبالتالي لما بينزل يعوم في حمام السباحة بيكون عنده قدرة فائقة على السباحة بشكل أفضل. وكلها أمور علمية في إطار اهتمام النادي الأهلي بإعداد البطل الأولمبي كدور مهم أو أحد أهم أدواره في المجتمع المصري. أيضا مجلس الإدارة وافق على استضافة فريق بارتيزان لكرة الماء، هو فريق من صربيا وهو المصنف الأول على القارة الأوروبية في كرة الماء. فريق بارتيزان هيجي مصر لمدة من 8 إلى 10 أيام، هيكون في ضيافة النادي الأهلي لإجراء معايشة كاملة مع الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، وأيضا سيتم إيفاد 4 مدربين لعمل معايشة في صربيا والاستفادة أيضا من التجربة الصربية في هذا المجال. الحقيقة مجلس الإدارة لا يألو جهدا في مجال النشاط الرياضي وأفرعه المختلفة أنه يحدث نوع من الاحتكاك والتدريب والتأهيل لعناصر أي لعبة موجودة عنده، بحيث أنه دايما يكونوا أبناء النادي الأهلي مؤهلين وبيتم تقديم أعظم خدمة ليهم في هذا المجال. أيضا قرار ثالث للنشاط الرياضي، تمت الموافقة على المشاركة من حيث المبدأ لفريق الغطس، وده كله بيندرج في إطار جهاز ألعاب الماء بقى، في بطولة ساند دايفنج كاب، ودي بتقام في هولندا في الفترة من 31-1 إلى 4-2. يبقى فريق الغطس إن شاء الله هيشارك في هذه البطولة بتقام في هولندا في نهاية شهر يناير المقبل وإلى بداية فبراير. أخيرا من أخبار النشاط الرياضي وأيضا آخر أخبارنا، والموافقة على إقامة بطولة الرواد للتنس في الفترة من 27-12 الجاري إلى 30-12 بملاعب التنس بالنادي الأهلي بالجزيرة. الجلسة مفتوحة لأنه الحقيقة في جدول أعمال كبير جدا، في خلال ساعات أيام سيتم الإعلان عن موعد جلسة أخرى لاستكمال جدول الأعمال. قد يسأل سائل هل موضوع كرة القدم حاضر وسيطرح؟ بالتأكيد بعد أن ينتهي الكابتن محمود الخطيب من دراسته ومن تشكيل القطاع وهيكلته والاتفاق مع مدرب، سيعرض على مجلس الإدارة بالأساس أولا للحصول على موافقته، ثم الإعلان لجمهور كرة القدم العزيز اللي احنا مقدرين جدا حرصه ودأبه وخوفه على فريقه، دي ظاهرة صحية. جمهور الأهلي اللي كان دايما هو اللاعب رقم واحد في تاريخ وفي كل بطولات النادي الأهلي. بشكر حضراتكم ودايما نلتقي في مناسبات سعيدة خاصة بالنادي الأهلي. إلى اللقاء. باشمهندس الأستاذ شريف فؤاد، يمكن شأن كرة القدم بالكامل الملف مازال تحت دراسة الكابتن محمود الخطيب، وفي بمجرد الانتهاء منه سيتم الإعلان عن نتائجه. شوف من الصبح وبيجي لي تساؤلات، طبعا أنا ما في حل إن أنا كنت أجاوب على هذه التساؤلات عن المدرب وانه هيوصل النهارده والكلام ده،
بس انت بتبقى عارف الحقيقه ها. ولذلك انا كنت متاكد مجلس الاداره مش هيتكلم في الملف ده النهارده. متاكد اه طبعا. ليه؟ انما هل الاسماء دي من نسج خيال الاعلامي؟ لا، في اسماء كثيره جدا من اللي اتقالت موجوده، ملفات موجوده. الاشكاليه او التاني جاي منين؟ انت يعني عمليه انك تجيب مدرب بمواصفات مختلفه عمليه معقده، ومش الاختيار دايما هو خلاص اختيار صح او غلط. احنا في البشر ما فيش صح وغلط. ايوه، انت بتجيب واحد مش متوقع ينجح، ينجح جدا. والعكس صحيح، تجيب واحد عالمي وارتنيول مكان مصنف صحيح. لكن جالنا قبل كده دور ريفي كان رائع، ما عادش كتير يعني. وجالنا فايسن ما نعرفش عنه حاجه، كان رائع. وجالنا هيدوكوتي من تجربه لاعب فاز الى مدرب شهرته كلها بناها في النادي الاهلي. ايوه، مرورا بقى واتساقا لحد ما توصل لمستر جوسيه، نجاح مبهر في مع النادي الاهلي غير مسبوق. اذا مساله انك تجيب المدرب بمواصفات عالميه او لاعب سوبر، واستدلنا دلوقتي مصطلح السوبر بالقرن، مدرب القرن وصفقه القرن ومش عارف ايه، الكلام ده بيعمل نوع من العبء على توقع الجماهير، بيرفع سقف التوقع، وبيعمل نوع من الجدل. يا استاذ ابراهيم، مفيش اتفاق في السوشيال ميديا على مين احسن مدرب يجي الاهلي. يعني كل مجموعه من واقع وجهه نظرها بتدرس حاجات وتبتدي تتحيز لها، هنا المشكله. ما كلنا بنحب الكلام في الكوره، وكلنا بنحب ان احنا نقول راينا، وكلنا نعتقد ان احنا على صواب. لكن مش بالضروره بقى ان انا اذا ما جاتش حاجه تتفق مع رايي يبقى كل شيء غلط. او ان انا اتحامل على القرار الجديد. مش ده اللي محتاجه الاهلي دلوقتي. اللي محتاجه النادي الاهلي ان احنا ندي الفرصه الكامله عشان نجيب حد مناسب، حد مناسب. ما انت بتحط مجموعه من المعايير، ممكن تحط مثلا معيار الخبره الافريقيه، ممكن تحط معيار المنتخبات، ممكن تحط معيار النجاحات وعدد البطولات، ممكن تحط معيار الشخصيه، الشخصيه القويه جدا، الصرامه، المرونه. لكن طالما ان في مستجدات باستمرار وفي حد مطروح جديد يستحق الدراسه فهذا ما يحدث. معلش ما تستعجلوش، لانها مش مسابقه، مش ضروري نعرف بكره بعده، يعني قريب هنعرف مؤكد. لو في حاجه هتبقى قبل يناير مؤكد، عشان يعني الانتقالات الشتويه. ويطرح سؤال تاني بقى للي عايز، اللي عايز بس ايه، انه يقول ان في شيء غلط. طب هو مش المفروض الجهاز الفني هو اللي يختار اللعيبه؟ المفروض الجهاز الفني يختار اللعيبه، بس مش بالضروره، لان الجهاز الفني ده يعني كارترون اختار لعيب ومشي، هو مش عاجب الناس دلوقتي. ايوه كويس. لكن بالضروره انك انت تبقى دارس. وهنا لما بيأكد الاستاذ شريف فؤاد على ان الملف ده مع الكابتن الخطيب دلوقتي لوحده، عشان الحته دي، لان هو في شؤون الكرة بيتصل بالمعنيين، هو مش بيشتغل من دماغه دلوقتي. ايوه، هو يعني كلنا رحنا له وفي توقيتات هو طلبها، وكلنا بيتم متابعه يوميا مع بعض، وفي تيم شغال في هذا الامر. فطبعا اللي عايز اقوله ان نتريث، ندي الفرصه للناس تعمل شغلها بدون ضغوط بقى، بدون ضغوط التوقع. أيوه. يعني انا ببص كده دلوقتي لقيت ستيف بروس ده حجم الانقسام عليه ضخم جدا حاليا قبل ما يوصل. واخد بالك؟ وما هو احنا مش عارفين يعني هو هيوصل ولا لا. وبعدين ولا هو ولا مش هو. وبعدين هو انت لما يجي النهارده ومجلس الاداره منعقد، يعني جاي يتعاقد مع المجلس؟ الربط هنا مش منطقي.
لانك انت الاول بتعمل مفاوضاتك وبتيجي متفق وبيروح لمشروع العقد وبعدين يجي، يعني ملهاش علاقه باجتماع مجلس اداره غير في الاعتماد. غير في الاعتماد دي مراحل كلها تفاوضيه. انا بس حبيت اقول كده، لكن لافت نظري يا استاذ ابراهيم موضوع الملفات، عجبني جدا كل حد في مجلس اداره دلوقتي ماسك ملفات مهمه. وواحد يقول لك الله وانتوا بس تقولوا لنا مجلس اداره مهم، مجلس اداره، وبعدين لان الشيء الوحيد اللي يهمهم هو الكوره ما سمعوش حاجات جديده فيه. ايوه، لكن كل القرارات اللي فاتت دي قرارات مصيريه. ايوه، لما تقول استلمنا عملنا العقد مع المحافظه سواء على الاعلان على اسوار النادي او عقد ارض مدينه التجمع الخامس. وبالتالي فتح باب الاشتراك، وبعدين عامل لها لجنه، لجنه للتسويق ولجنه للمتابعه. كل دي اخبار مهمه جدا. انا عايز بس في الجزئيه دي اتاكد للساده المشاهدين، لانه في كتير كان بيسال في الفتره اللي فاتت عن فرصه الاشتراك في عضويه الاهلي في التجمع. دي مساله مهمه جدا. ايوه، انه دايما وابدا الناس مهتمه انه عند التاسيس بتبقى فرص الاشتراك افضل، لانه السعر بيكون انسب، لانه ده السعر الاول. فتقرر قبول عضويه الاهلي في التجمع الخامس ب 200,000 جنيه على 4 سنوات. الراغب في ان هو يحصل على عضويه الاهلي في الفرع الجديد اللي المؤكد هيكون فرع من طراز خاص جدا بكل امكانياته، الراغب في ده يروح مقر النادي الاهلي في الجزيره، بيسحب استماره تعارف زي ما الاستاذ شريف فؤاد قال، وبيسجل رغبته، وبيبدا في اجراءات الحصول على العضويه اللي قيمتها السعر الاول ليها 200,000 جنيه مقسطه على 4 سنوات. دي الجزئيه المهمه جدا، لانه كمان بس بعد كمان كده بتدخل في اسعار ثانيه. عايزين نربط بقى الحته دي، لان الناس لازم تفهمها، لانها يعني مسببه مشكله وقد تستمر. ايوه، الاشتراك في كل الفروع على الفرع الاصلي ب 350,000 تبعده في جميع الانديه. في فبراير هتبقى 500,000. هيترفع في فبراير يبقى نص مليون جنيه. ايوه. طيب انت ليه عملت الشيخ زايد ارخص في البدايه ودلوقتي التجمع ارخص؟ علشان اللي مش قادر يدفع نص مليون جنيه وساكن في التجمع يقول لك انا وانا هعمل ايه بالاربع فروع؟ ايوه. طيب انت هتبعده في التجمع فقط بال 200,000 دول. فهتبعده في التجمع بال 200,000، لكن زميلك اللي هو بالنص مليون هيبقى عنده ميزات مش موجوده عندك، انه هيتمتع بالاربع فروع وله حق التصويت والانتخاب. وده القانون هنا، لازم الناس دي مش وجهه نظر النادي الاهلي. ده القانون بيقول لك عضويه الفرع عضويه ما لهوش حق الانتخاب. العضويه المخفضه ما بينتخبش وبيدخلك في اهدار مال عام لو انت ما يعني ما تمسكتش بتحصيل الفارق. لذلك انا عايز اقول للناس كلها اللي نفسها تتمتع بقى بالفروع كلها وحق الانتخاب والترشح، يبقى دلوقتي لحد فبراير تدفع 300 الفرق، تدفع 300 الفرق بقى ما بين ال 200 ما بين ال 150 ما بين زي اللي دفعته، تدفع تكمل على 350. لا ده هو اللي انت تقصد اللي هيبقى عضو في التجمع ولا عضو الشيخ زايد؟ واللي عايز يبقى عضو في اي حته في كل الانديه بيدفع الفرق بين العضويه العامله اللي كانت وقتها وقت ما حصل على أيوة. ممكن ما كانش 350 كانت 200. ده انا بقول مش لا دلوقتي 350. ايوه، لو هو عملها دلوقتي ما هي عملها خلاص دلوقتي، هي زادت. يعني ما انت عايز تقول لي ان يوم ما عملها كانت 200,000. لو اللي موجود في الشيخ زايد مثلا عضو الشيخ زايد وعايز يوفق وضعه مش وقتها، الوقت ساعة توفيق الوضع. لا الفارق، بص يا باشمهندس القرار ايه؟ طب معلش نسأل فيه. طب انا هقول لك القرار. ما هو قاله كويس. ده هيفضل دلوقتي، يعني اللي هيعمل عضوية في التجمع دلوقتي ب 200,000 ويحتفظ بحقه لمدة 4 سنين، أي وقت عايز ياخد العضوية العاملة الكاملة يدفع الفرق بين ال 200 وال 350. كويس؟ يدفع ال 150 ديت على أقساط. أيوه، لأن ده الراهن النهاردة. لو عضو الشيخ زايد ايوه اللي هو عامل عضويه في الشيخ زايد من 3 سنين وكانت الشيخ زايد اقل وكان الاهلي في العضويه العامله كلها 200 او 250 ما كانش 350،
اللي عايز يوفق وضعه لمدة 3 أو 4 سنين حسب القرار، في خلالها بيوفق وضعه ما بين الفرق بين القيمتين، القيمة اللي هو حصل عليها اللي دفعها والقيمة العامة اللي كانت وقتها مش الحالية مش سنة. يعني لو جيت أنا بعد 5 سنين يا أستاذ إبراهيم، لا بعد 5 سنين أنت بتبطلع القرار، بتحتفظ بالحق خلال سنوات معينة، مش ده مش عرض مفتوح، مش بعد 10 سنين هتيجي. طب لو أنا بعد عشر سنين هيدفعنا على السعر الحالي. أيوة لو عديت المدة طيب المتاحة على السعر القرار. طيب ما أنت مش عارف دلوقتي فاضل من المهلة بتاعت الشيخ زايد أن ياخد على السعر القديم قد إيه؟ خلال 3 سنوات من تاريخ حصوله على العضوية. هو حصوله عضوية على أيوة العضوية لساعتها. بالضبط. فهنا دي الفروقات. عموما هي ديت المسألة اللي كانت بتهم ناس كتيرة لأنه كان محل. فيما عدا ذلك أعتقد كانت قرارات مهمة خاصة بالنشاط الرياضي واطلاع النادي بدوره في إعداد البطل الأولمبي، ولعل السباح العالمي الكبير أحمد أكرم يكون إن شاء الله واحد من هذه الثمار اليانعة. الإعلان عن أسوار الأهلي الثلاثة، الأهلي اتجمل بعمل بانوهات وحاجات تستوعب حجم إعلانات ضخم جدا. الخطوة دي شديدة الذكاء. انت كنت ممكن تأجر هذا الحق من المحافظة. ايوه. فتخش معاه في شراكة، ده ذكاء لأنه حجم الإعلانات المتوقع هيبقى ضخم جدا على أسوار النادي الأهلي. ودي قيمة إعلانية مضافة لأنه هيطرح لها. لا طبعا. هتعمل لها كراسة شروط لوحدها. طبعا. وفي مشاريع كتيرة دلوقتي بتدرس في، يعني أنا عارف يعني. دي قيمة تسويقية مضافة. وبعدها اتصل عشان اوصله بالاستاذ امير توفيق مدير التسويق. ايوه. لا في مشاريع كتيرة هتبقى من وسائل دعم النادي الاهلي باذن الله إن شاء بخلاف الله. الرعاية وبخلاف البث. طيب. هنرجع للملعب تاني وهنرجع للكورة ونرجع لاجواء فوز الاهلي على طلائع الجيش واستوديوهات التحليل. شفنا راي الشيخ طه اسماعيل واشادته بالفاعليه اللي كانت كفلت للاهلي هذه السيطره وهذا التفوق، وشفنا عماد متعب واشادته بالروح العاليه لاداء اللاعبين، ويبقى بقى الكابتن محمد ابو العلا في اون سبورت نشوف ابو العلا كيف راى نجم الزمالك فوز الاهلي. يعني الكابتن محمد ابو العلا اشادات كتيره، يمكن هو ابرزها لما تتابع بقى في ما ده اللي عايز اقوله. مش مهم انتمائك ايه، مهم ان انت عايز تقدم صوره ذهنيه للناس عنك ازاي. ايوه ايوه. الكابتن محمد ابو العلا من الناس الموزونه جدا الموضوعيه جدا اللي ما بشوفوش بيشغل نفسه بالسفاسف، انه يثبت ولاءه واخلاصه ويبعت رسائل من خلال التحامل على نادي ومجامله نادي اخر. لا هو الراجل مشغول بدور تحليلي بيعمله بشكل موضوعي وكويس جدا، ولذلك اشاد بمحمد يوسف في نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، انه استطاع ان يستخرج افضل او اقترب ان يستخرج افضل ما لدى اللاعبين. دي بدايه النجاح. ايوه. انك انت تقدر تخرج مني حاجه انا كنت خلاص بقى رميت طوبه الاداء ورميت طوبه اللعب ورميت، لا تديني الطموح والامل وتجدد دوافعي ان انا ابتدي اجود، انا اجود بقدراتي الشخصيه وزيرها. كان في نجاح في الملعب وقتها. ده كابتن بص شريف محمد شريف، لا ايمن اشرف. هو الكره اللي بالكعب دي ايمن اشرف ولا اللي كانت هتيجي جون؟ ايمن اشرف وشوط شوطه تانية. يعني بص ده اما يبقى باك ليفت في مواقف هجوميه يوصل لنقطه البناء، اجمل تسديده في المباراه بتاعته واجمل لعبه في المباراه بتاعته. ايوه. والجون ده لو جه اللي لعبها بالكعب كده وجه جنب العارضه كان بقى حاجه ابداع ما بعده ابداع. ولذلك انا بقول لك الاهلي كان يكسب 5-6 الماتش ده. طيب عماد متعب الحقيقه من المباراه اللي فاتت وكان نصايحه دايما وابدا للمهاجمين يا ريت تتحركوا على القريبه، يا ريت تقطع على القريبه. وبعد المباراه اشاد بمروان محسن انه في المرات الكتيره اللي قطع على القريبه مره جاب جون ومره صنع خطوره حقيقيه. نشوف عماد متعب لكن هذه المره بيشيد بمروان محسن او يشوف موقف مروان محسن من تسديد ضربه الجزاء. هو طبعا مؤكد
اللي كان في ذهن كابتن مروان انا جايب جولين ما اجيب الثالث بقى وابقى من ماتشات اللي ترجعني بشكل تاني. بس هي مخاطره ما كانش محتاج لها، لان ضربه الجزاء لما تسجل ما بتديكش كريدت، ما بتديكش فضل، لكن لو ضاعت بتبقى مشكله حقيقيه بالنسبه لك يعني. وانت جايب جولين وعامل ماتش رائع رائع بصرف النظر كمان غير الجولين، عامل ماتش هايل ومساعد زمايله كويس قوي، وكان محطه رائعه ومنفذ رائع. دي يعني كنت اتمنى ان ما اشطهاش. لكن نرجع للي كنت بتقول يا استاذ ابراهيم، ان بعض الناس مش هين عليها تتكلم كويس على الاهلي، فتبتدي لان هي برنامجها تاخدك في سكه هو المنافس كان وحش ليه؟ ده الاهلي يا اخوانا اللي بيلعب، ما يتعملش معاك كده. تعرف انت لما سعيد صالح قال لك الله واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ انت جاي تقول الفريق المنافس للاهلي كان وحش ليه؟ الناس كلها لما كانت بتتكلم كانت بتتكلم على الاهلي او الزمالك، برضه هعمل زي الناس أيوة. الاهلي او الزمالك لان ده اللي بيحصل. ما حدش يجي يتكلم دلوقتي على ماتش بيراميدز او الزمالك او وهيبتدي يتكلم المنافس كان وحش ولا ايه؟ هيتكلموا على مزايا الفريق الكسبان، وبعدين ممكن تلمس في النص على اسباب اخفاق. انما يبقى التركيز هو زي ما هنشوف دلوقتي الاستاذ ماركو مراد قال مع الوجوه الجديده ذات الانتماء. طيب هو الزميل ماركو حلل العمليه، يعني هو ما سالش، هو حلل وجهه نظره. شوط للنسيان لطلائع الجيش، دفاعات طلائع الجيش مفتوحه. لو كان الفيديو استمر كنت هتسمعوا كلام على انه الحق ده التمركز غلط، الحق ده واقفين غلط خالص، طب نعد 8 من طلائع الجيش واقفين على خط واحد ومضروبين في الباص. كلام كتير قوي ليس من بينه اللي قاله على الاقل الكابتن محمد ابو العلا، بلاش اللي قاله الشيخ طه او بلاش اللي قاله عماد متعب، اللي قاله محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك انه اداء الاهلي هو الافضل، الاكثر سيطره، الافضل خطوره. محمد يوسف ادار المباراه بشكل جيد جدا، استخدم عدد كبير من اللعيبه، فعل ونشط الدوافع اللي عندهم، الانتشار كان سليم جدا، رغبه اللعيبه في انها تثبت وجودها بعد ما استعادت شيء من الثقه، كل دي كانت عوامل ايجابيه، مش بالضروره ان المنافس كان وحش فعشان كده الاهلي كسب. طيب سال بقى الزميل ماركو الكابتن ضياء السيد، محمد ابو العلا نجم نادي الزمالك انصف الاهلي كثيرا، فماذا قال الكابتن ضياء السيد نجم الاهلي السابق؟ اذا فاز الاهلي لسوء حاله طلع الجيش، وان الديفندر الكويس مش موجود، والتمركز وحش، مع ان كابتن ضياء كان هيتكلم على ايجابيات الاهلي، ولكن طبعا ماركو لحقه قال له كلمني الاول على سوء حاله دفاع الله. هو انت يا استاذ ماركو جاي يعني تقيم طلع الجيش ولا بتقيم المباراه؟ يعني انا مندهش جدا ان الراجل كابتن ضياء عايز يتكلم في اتجاه راح مغير له الاتجاه فراح معاه، ما هو له ملاحظاته. ايوه لكن هو يعني ايه، يعني ايه سوء تمركز؟ تمركز في ايه؟ انا محمد شريف صاحب قدرات، قابلت المدافع اللي قدامي، رقصت ولعبت الكره بالعرض، ده فارق قدرات، فارق سرعات، فارق توفيق، فارق اراده، فارق اصرار. مش انا لقيت واحد اتزحلق فعديت من جنبه وبعدين يتلام اللي بيتزحلق ده؟ يعني الاشاده كانت بالجونه على لعيب الزحلق كابتن سعد سمير الزحلق، وجه فينا جول ما خلصناش. امال ما بالك بقى ان الراجل ده اللي هو واقف متمركز صح مواجه للعيب اللي هيلعب عليه، التاني تفوق عليه في الفكر وخده في 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 في, في على الثابته ولعب الكوره بالعرض جت جول، والتاني مروان عمل اللي انت بتقول عليه كابتن عماد متعب نصح بيه، قطع القريبه فقدر يحط الجون بسهوله. جون ملعوب من النادي الاهلي،
الجولين ملعوبين حلوين قوي، والجوان اللي ضاعت من النادي الاهلي ملعوبه وحلوه. هو ده كان الناس على الاقل يا اخي من باب ان انت راجل بتتكلم عن النادي الاهلي برضه، وانت مش بتتكلم يعني. شوف ادي الجون الاولاني اهو، راح له تحرك تحرك مروان، خده راح على البعيد وراح سايبه وراح للقريب. أيوة. وشريف دي دخل دخل على جوه لما لاحظها على على مروان بالذات. أيوة. لما هتتعاد قبل ما تتلعب مروان خد ال طلع بيه ورجع راح بيه للبعيده. وداه للبعيده وراح هو راجع للقريبه بسرعه. لا هو لا خلص منه في ثانيه. لا محمد اهي بص بص, بص شاف عماد مروان هيرجع لورا شويه، بص شاف جابه معاه وسابه جري. هو لا ايه ان محمد شريف قرر هو كان بص رجع جاي بسرعه. ما هو رجع ليه؟ خلي بالك برضو الاثنين رابطين مع بعض. ده اللي عجبني في الجول. محمد شريف نقل على رجله اليمين في الاول كان هيرفعها فراح مروان على البعيده، لما لقى هيوصل للخط راح له على القريبه. ايوه ربط جون ملعوب، جون فيه فكر فيه ربط. وادي الجول الثاني برضو الناس حقها. وهو الحقيقه كابتن ضياء كان بادي باشاده. ايوه طيب نفس التحرك. طيب ثالثهم باسيو بقى، الكابتن عبد الحميد باسيوني في النيل للرياضه، نشوف كيف راى معرفش فوز الاهلي ولا هزيمه الطلائع. نشوف لا بجد ده ايه البواخه دي؟ هو ايه اللي مزعله قوي كده؟ هو ايه اللي مزعله قوي كده ان الاهلي جابه ليه؟ ايه البواخه دي بجد؟ ايه اللي مزعله كده يعني؟ انا بجد انت لفت نظري، ما كنتش واخد بالي قوي لان انا مش بتابع هذه الامور لنهايتها. ده الاستاذ ماركو ما فيش واحد ما خدوش في سكه ان ايه البواخه دي؟ ايه يعني انت خيبوا املك للدرجه دي يا استاذ ماركو؟ مش ممكن مش للدرجه دي خاب املك في طلائع الجيش؟ للدرجه دي كنت حاطط امل ان طلائع الجيش عطل الاهلي؟ يا استاذ ماركو انت في تلفزيون الدوله يا استاذ ماركو، ايه حد يقول على لعيبه ايه البواخه دي؟ هم بيلعبوا فريق اجنبي؟ طلائع الجيش بيلعب الاهلي يا استاذ ماركو. الاهلي عمل ايجابيات، طلع الجيش واجه بعض السلبيات يا سيدي مع كل واحد بيساله. هو عنده سوء تمركز وانا عندي وانا عنده حسن تحرك. انت انكرت على اللي متحرك. انت هو انت جاي والاستوديو التحليلي يعني انت اللي تقول رايك وتاخد الدنيا في سكتك؟ يعني انا عايز اعرف ماذا استفزك من فوز الاهلي 2-0؟ ايه البواخه دي؟ فيما بين الشوطين الدكتور طه اسماعيل والكابتن عماد متعب والكابتن محمد ابو العلا ثلاثي برضه بين الشوطين شافوا تفوق الاهلي وتاخر طلائع الجيش ازاي. خلاص هو واضح ان الاهلي عمل ماتش كويس، وواضح ان ده زعل البعض، واضح ان احنا لازم نكمل على كده ونعض على الفرص اللي خدناها بالنسبه للعيبه اللي تألقت، ونعض على الاسلوب الضغط الجماعي اللي اصبح واضح. الفرقه مساعده بعضها جدا في عمليه الضغط، ما حدش بايع التاني، ودي نقطه مهمه وايجابيه. اللمسات والمتعه على فترات، مش مطلوب ان احنا نلعب 90 دقيقه من اللمحات والمتعه، بس نلعب 90 دقيقة من الجدية والالتزام. ويعني ماتش السادات، هو السادات دي نجوم السادات. الماتش الودي، الماتش الودي هيتذاع بعد الحلقة، هيتذاع بعد الحلقة. يعني اللي عايزين يتفرجوا على الماتش ده، دي أهداف المباراة. دي 7 أهداف. الجهاز الفني بيطمئن على بقية اللعيبة في تجهيز كل الناس، لكن انا اعتقد خلاصه المساله تعرف عنوان المسا هنا بيقول ايه؟ احترسوا. هو ده اللي مزعل بقى ماركو. احترسوا الاهلي يتقدم. هو ده اللي زعل ماركو والذين معه؟ لا، الذين معه كانوا بيتكلموا، كانوا ماشيين صح. ايوه، لكن للاسف الشديد كل ما يبتدوا ياخدوا اتجاه يروح مرجعهم.
لدرجة انه في الاخر بقى يعني قال لهم خلينا في البواخة دي. ده ايه البواخة دي؟ اول مرة اسمعها. ايه البواخة دي صحيح؟ ده حرس ده تخيل تأمان ده حرس او ايه ده؟ ومع مزيد من التركيز، مع مزيد من الجدية، مع مزيد من الإصرار، مع مزيد من الالتزام والهدوء، هيواصل الأهلي انتصاراته وهيقلص الفارق وهيتقدم نحو مكانه الطبيعي، وده هيزعل ناس وده هيضايق ناس وده هيبوخ مع ناس كتيرة، لكن لجمهور الأهلي اطمئنوا اللي جاي أحسن بكتير إن شاء الله. وفي بمجرد الانتهاء من ملف كرة القدم بالكامل بكل تفصيلاته، الكابتن محمود الخطيب بيعكف على دراسته وفور الانتهاء منه بكل تفصيلاته، اللي الأستاذ شريف فؤاد قال محدش يعرف حاجة من اللي بيجري فعلا حاليا، في اجتهادات أو في اجتهادات، ايه مدى صحتها، ايه مدى حقيقتها، الأمر متروك لأصحاب القرار عند الانتهاء منه. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله، وتصبحوا على خير.